السلام عليكم ازيكم يا دكاتره عاملين ايه انا زميلتكم شروق ياسر من تيم اور كورس هشرح ان شاء الله المحاضره الاولى في ميديول الاي ان تي واتمنى تكون بدايه كويسه تلاقي التيم كله والدفعه كلها يا رب لانها اول محاضره في الميديول فبيبقى لها رغبتها كده احنا دلوقتي هنتكلم عن موضوع البينفول اير بس قبل ما نبدا عايزه يعني اطمن اللي مش مطمن ان هو مش شغل كلينيكال قوي بجد يعني مش اقصد شغل كلينيكال قوي او طبعا كلينيكال بس اقصد مش شغل بجد مش حاجه تقيله المديول بجد خفيف ولطيف بجد يعني معظم زمايلنا الدفعات القديمه شكروا فيه جدا المواضيع التوبكس كلها اللي فيه خفيفه ان احنا نعرف بس التايتل الديزيز ده موجود في اي ستراكشر بالظبط نعرف السيمبتومز اللي البيشنت هيجي يشتكي منها ساينس اللي الدكتور هو هيلاحظها بالاكزامينشن هنعالج ازاي طب لو ما دخلناش وعالجنا على طول ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل فالمواضيع بجد كلها سهله حتى الصور يعني تحسها مالوفه يعني الشكل ده اه يعني عادي كلنا ممكن نشوفه فان شاء الله كلنا نحب الميدول ويعدي معانا كلنا على خير يا رب دلوقتي احنا هناخد اول محاضره اللي هي البين في الاير طب ليه بنعرف اسباب اصلا البين في الاير ما هو احنا الشعب المصري كله عموما بيروح يجري على الدكتور امتى لو حس اي وكع او لو لقى نزيف وده من رحمه ربنا لنا يعني ان احنا نحس بالبين ده عشان نبدا نجري وندور على العلاج فاحنا عايزين نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلينا نحس بوجع في ودننا هل هي بس سبب لوكال في الاير يعني حاجه مشكله حصل في الاستراكشر بتاع الاير زي ما احنا واخدين سواء الاكسترنال او الميدل او الانر اير اللي هو يعني التهاب في الانر ولا حاجة ممكن تكون برا قالك لا ده اصلا معظم الناس اللي بتيجي تشتكي او تروح للدكتور الاخصائي بتاع الاي ان تي بيكون بسبب مشاكل اصلا من برا يعني المشكلة كلها اصلا برا تخصصنا برا الجزء اللي احنا شغالين عليه وده بنقول عليه ريفيرد بين اللي هو اوتالجيا تمام بيقولك لك معظم البيشنت اللي بيجوا 50% بيكون بسبب الريفيرد بين ده يعني بيكون عندنا ديزيز اصلا بعيد اصلا عن جزء الاي ان تي بس ايه الفكرة ان النرف اللي بيغذيه او اللي راح بيسبلاي الجزء ديزيز دو ده بيطلع برانش يودي على الـ الـ الاير كمان فبيحصل له وبيسمع البين في منطقه الاير تمام بس هو الفكره كلها ان هو ما يخصناش احنا بنبدا نحوله بقى على الاخصائي بتاع جزء الديزيز ده تمام واشهر سبب له اشهر نيرف له هو الفيشن نيرف اللي هو النيرف السابع ليه لان قال لك ان في فيروس اللي هو اسمه تشيكن بوكس فيروس او الهربس سيستر فيروس ده ممكن يجي من واحنا صغيرين عادي وممكن خلاص نخفي منه يعني هو فيروس خبيث جدا ممكن احنا أو بتاعنا ان احنا خفينا منه بس هو بيكون عايش في الجنجليا بتاع الفيشيال نيرف مستخبي مستني ان المناعه تقع سواء بالديابيتس ميليتس او حد يكون عنده ايدز او اي مرض مناعي او بياخد امينو كومبرومايزد دراجز وكده حاجات تصبط المناعه فيبدا يرجع يحصل له رياكتيفيشن ويبدا يعمل لنا المشاكل دي تمام والحاله دي يعني مهمه جدا نأخذ فيها تركية كده لو جاء عليها اسئلة في الجزء ده فكون على النقطة دي ان شاء الله ونعرفها كلنا يعني تمام طب تاني نرف عندنا التراجينا النرف اللي هو الخامس طبعا احنا عارفين ان ده ريليتد للفيس بالبرانشات بتاعته فلو حصل اي مشكله في الفيس وجع في اي منطقه في الفيس بعيدا عن الاي تي كده او احنا بعيدا عن الاير اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي فهي هي البرانش اللي رايح للاير ويعمل فيها بين زي ايه مثلا في النوز لو عندنا تمام فكده هيريتيت البرانش اللي طالع من الترايجيم نيرف ورايح للاير فيحصل عندنا بين فيها او يكون عندنا تيومرز او مثلا لو احنا عندنا وجع في في السنان سواء بس مثلا سنان مسوسه او عندنا مثلا قالك درس العقل لو طالع يعني بيكون امباكتد يعني بشكل مش طبيعي طالع بالعرض او حاجه فبيبدا يعمل وجع وده بيريتيت البرانش اللي طالع من الترايجيم نيرف ورايح للاير فنحس برده بوجع في ايه في وداننا تمام او في النيزو بعد عمليه استئصال اللي هو الادينكتومي ان احنا نستئصل اللوز تمام فبرضه بيكون في وجع رهيب ده بيسمع عندنا في الودن وده اشهر حاجه الكومن في تراجيم النيرف هو ان بعد عمليه الادينكتومي هي ايه هيريتيت تراجيم النيرف ويسمى في الودن تمام كده خدنا الخامس والسابع في ايه تاني في كمان معانا الايه الـ 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 التاسع والعاشر التاسع اللي هو الجلوسو نيرف ده من اسمه ان هو بيودي للتنك والفرنكس تمام طب ده بيطلع اصلا برانش للاير اه قال بيطلع برانش اسمه جاكوبسون جاكوبسون نيرف ده يعني اسم العالم اللي اكتشفه تقريبا فبيقول لك ان هو لو حصل اريتيشن في التنك او الفرنكس التنك بسبب أرسل تيومر او الفرنكس برضو لو احنا استأصلنا الغدد التونسيلكتومي او تيومر فده هييرتيت البرانش اللي رايح للاير ده وهيسمع الوجع فيها طب اللي هو الفيجاس العاشر ده برضه بيطلع طلع حاجه اسمها ارنولد برانش برانش طالع عليه الإير. لو حصل احنا عارفين ان العاشر ده فيجاس يعني رايح لاماكن كتير جدا فى ريس تقول ابدا كده بس يعني احنا على طول كنا عارفين ان التانك والفرنكس كلوس بيكون في فيجاس تمام فهنا بيقول لك الفيجاس لو حصل فيه السر او كانسر او خصوصا خصوصا التي بي فهي ارتيت الارنولد برانش اللي رايح للقير ده ويسمع لنا ويعمل لنا وجع في القير تمام ده غير ان قال لك في السي 2 و3 لو عندنا حصل فيه اريتيشن بسبب ديسك اللي هو سبونتي إيه. لو عندنا الديسك ده فده هيرتيت سي 2 و3 وهي مع الوجع برضه في الاير تمام فدي كده الحاجات اللي هي ريفيرد بين ودي اللي غالبا 50% من البيشنت هيجونا لنا بيشتكوا منها واشهر حاجه فيها هو الفيشن نيرف السابع اللي هو مع الهيرب تمام والريفيرد بين ده الاسم العلمي له والشائع اوتالجيا تمام لان اللوكال كوزس اللي هو بسبب مشاكل في الاستراكشر بتاع الاير نفسها اكسترنال ميدل انترنال تبنوا عليها اوتودينيا تمام مش اوتالجيا تمام عشان برضه لو جات لنا في الام سي تي وكده طيب اللوكال كوزس دي ممكن اللي يبوظ الاستراكشر دي ممكن تكون حاجه تروماتيك خبطه سواء مثلا حاجه بلون او حاجه شرب اي خبطه يعني او حاجه انفلاماتوري تمام التروماتيك دي مدينا عليها كذا حاجه بس اشهرهم هو الرابشر اوف تمبانيك ميمبرين ان طبله الودن تتخرم ودي لها اسباب بقى دايركت اندايركت وكده تمام هنعرفها كمان شويه في حاجات ثانيه زي الهيماتوما ان يحصل هيماتوما كيس كده تجمع دموي في الاوركل فيعمل لنا بين او ان عندنا حاجه اسمها الاوتيتك بار تروما ودي من ضمن اسباب الرابشر اوف تمبانيك ميمبرين تمام هي الاسباب الاندايركت ان انا وانا نازله بالطياره بيكون الضغط مش متعادل على الجيتين بتاع التمبانك ميمبرين فبيبدا ان هو يرابتشر تمام فالمثال التالت ده ده من ضمن اصلا الرابتشر اوف تمبانك ميمبرين تمام طب الانفلاماتري قال لك في سبب اسمه اللي هو الابريكونترايتس ان يكون عندنا ابسس ما بين الكارتلج والبريكارديوم اللي بيغطيه ودي بتكون يعني كومن اكتر مع الاولد ايدجز الناس كبار في السن تمام ودي اصلا ممكن تيجي بسبب يعني ايه بسبب الهيماتوما ان هو يكون احنا عندنا اصلا هيماتوما دي, دي برضو تجمع دموي ما بين برضو الكارتلج والبريكارديوم بس هو عباره عن دم بس لو تعرض لسكندري انفيكشن فالدم ده هيتحول لبص ونقول عليه بريكونترايتس تمام وزي ما قلنا هو كومن اكتر مع الايه مع الاولد ايدجز طب اشهر سبب اشهر سبب وليه اصلا في المحاضره دي كلها هو من اسباب الانفلاماتري هو الاوتيتس اكسترنال اوتيتس اكسترنال التهاب في الاكسترنال اير في السكن اللي بيلاين الاكسترنال اير تمام الالتهاب التهاب ده انفلاميشن ممكن بيكون سبب بكتيريا فيروس فنجاي وكل واحد هنعرف برده آه يعني بيحصل ازاي وايه التركات اللي فيها تمام في عندنا كمان حاجه اسمها اكيو سابيوريتيف اوتيتس ميديا ان يكون عندنا آه اوتيتس ميديا التهاب فيها وبيكون سابيوريتيف بسبب بكتيريا ويكون اكيوت او لو حصل له تمام زي في حالات برده او البري آه البتروسايتس <applause> او الاكسترا والحاجات دي كلها يعني حاجات ريليتد للايه وكده او الاكسترا ابسس اللي هو يعني اللي هو الكفر بتاع البرين فدي حاجات دي كلها لسه مش هنعرفها دلوقتي يعني الاوتيتس بتكون يعني ده اشهر موضوع واهم موضوع في الاي ان تي دكتور قال عليه يعني كده وده تقريبا هيبقى في المحاضره بتاع بكره يعني ان شاء الله في الجزء الثاني من البين تمام كده احنا عرفنا التقسيمه والدكتور اكد عليها جدا تقسيمه اللوكال تمام ان احنا نقسم أو نقول لوكال وريفرد ونبدا نشوف ايه في كل واحد فيهم وناخد الاول الاورجن او الاستراكشر ونبدا نقول ايه اللي ممكن يحصل فيه تمام اللي هو هناخد ايه تايتل تايتل كده تمام زي ما قلنا معظم البيشنت اللي هتيجي 50% بسبب الفيرد واهمهم الفيشال نيرف السابع اللي هو هيربس زوستر طب اللوكال ممكن تروماتك ممكن انفلاماتري اهم التروماتيك رابتشر في من ميمبرين اهم الانفلاماتري وتايتس اكسترنا تمام كده إيه احنا اخدنا التقسيمه وفهمنا اللي فيها نبدا ناخد بقى اول حاجه في اتروماتيك إيه آه في الاوركل تمام آه ما احنا عندنا الاكسترنال من بره اوركل بيول زي ما احنا شايفين كده هنا الاوركل اللي هو القرقوشه الكارت اللي دي اللي بره دي الجزء اللي هو الطري ده السوفت تيشو ده وبعدين عندنا بقى اللي هو الايه الاكسترنال كانال تمام اللي هو اوتر ثيرد اوتر وان ثيرد كارتليج وانر تو بيكونوا ايه بوني تمام وبعدين ندخل بقى على ايه من برين اللي بيفصلها عن الميدل اير تمام ناخد بقى اول حاجه في التروماتك في التروماتيك اللي هو عندنا الهيماتوما الهيماتوما زي ما قلنا تجمع كيس دموي ما بين الكارتيلج البريكارديوم. تمام اسبابه ايه اسبابه خبطه بحاجه صلبه واشهرهم اشهرهم هو البوكس عشان كده سميناه بوكسرز تروما او بوكسرز بلانت تروما ده اشهر سبب تمام <applause> آه تمام فيعمل لنا تجمع كيس دموي كده طب ممكن الناس اصلا ما تكونش اتخبطت الدكتور قال الحته دي ان مثلا في الرجاله الكبيره او الناس الكبيره اللي عندهم مشاكل في في التجلط وكده بتاع الدم مشاكل في الفيسكولاريتي وياخد انتي آه انتي او كده آه فبنلاقي ان الدم اصلا ان هو ايه اقل حاجه تلاقي ان بي, بي بيطلع دم كتير والدم بيجمع في المنطقه دي تمام آه ممكن يكون مثلا ان هو هرش اصلا بس في, في الجزء الاوركل ده او اي انسكت او حاجه يعني ايه جت قرصته فعملت اريتيشن في المنطقه وبدات تتجمع دم مره ورا الثانيه فنقعد نساله انت اتخبطت انت مش عارف ايه لا والله ما اتخبطتش ما فيش اي حاجه هو الفكره كلها انه عنده مشاكل في الدم ان هو مش بيتجلط كويس فمن اقل حاجه عملت اريتيشن جمعت الكيس الدموي ده اللي ما بين الكارتيلز والبريكارديوم تمام طب الكلينيكال بيكتشر هيجي لي ايه احنا قلنا سيست عباره عن كيس مجمع دم تمام بيكون ريدش وبينفول هو جاي حاسس بوجع منه يقولك لك في البدايه الكيس ده بيكون محمر بعدين بيبدا يغمق شويه ازرق بعدين بيبقى اسود بيقول لك في البدايه البلاط بيكون ستيل فلويد وليت بيكون بدا يحصل له ايه آه يبقى كلوتيد. تمام يبقى آه يعني ده طبعا اللي هو سويلنج سيستك طب الكومبليكيشن لو احنا ما عالجناش الهيماتوما دي هيحصل ايه احنا قلنا الهيماتوما زي ما قلت في التقسيمه في البدايه لو حصل فيها سكندري انفيكشن الدم ده يتحول لبص وبدل ما هو كان دم ما بين الكارديو والبريكارديوم هيتحول لبص ما بينهم يبقى إيه؟ تمام فهو من اهم الكومبليكيشن يحصل سيكندري انفيكشن ويتحول لبيري كونترايتس تمام برضه في نفس المكان بس بدل البلد بقى بص تمام طب تاني كومبليكيشن عندنا هو الكارتليج نيكروزس ليه ما احنا عارفين ان الكارتليج ده حاجه افاسكولار ما فيهوش بلاد فيزلز اعتماده الكلي على ايه على البريكارديوم اللي بيغطيه ده هو اللي مليان فاسكولاريتي وبيسبلاي الكارتليج بالبلاد تمام فاحنا دلوقتي الكيس ده ده جه فاصل الكارتليج عن البريكارديوم عمال يكبر يكبر فيفصلوا عنه مش بيوصله بلاد سبلاي فيبدا واحده ورا الثانيه يحصل كارتليج نيكروزس والكارتليج ده غريب جدا مش بيطلع تاني زي ما كان لا ده بيهيل بالفايبروزس والفايبروس ده اغرب واغرب ان هو ايه ان هو بيبدا يعمل لنا اشكال غريبه كده مش متوقعينها فيبدا يعمل لنا ديفورميتي في الاير وايه وممكن حتى انها تلاقيها اتاكلت خلاص انكمشت كده على بعضها الاور دي اصلا بتبقى موجوده فبنقول عليها كل فلاور اير بتبقى عامله زي القرنبيطه كده آه تمام تمام كده الكومبليكيشن عشان نتجنبها لازم نبدا تريتمنت من بدري ونلحق المشكله دي تمام احنا قلنا اهم كومبليكيشن واولهم هو ان يحصل سكن انفكشن فهنتجنب المشكله دي ازاي ان احنا نقول على طول انتي على طول تمام عشان اللي بيتحول بس هو بسبب بكتيريا فلازم نلحقه انتي حتى كبروفلاكسس يعني ان هو كوقايه بس تمام طيب احنا عايزين بقى نشيل بقى الكيس الدم وده عشان ما يعملش ويتحول بقى يعمل ديفورميتي وكل فلاورير فنعمل ايه قال لك في البدايه ممكن نعمل اسبيريشن بسرنجه كده وندخلها ونشفط الدم ده تمام بس بعدين لو احنا متاخرين شويه فيفضل ان احنا نعمل انسيشن او درينج ودي الطريقه اللي الدكتور انا بفضلها ان هو ان انا هفتح جرح كده يعني خط كده وابدا ان انا افضي تمام اسكويز اسكويز واطلع الدم ده والخط اللي انا هفتحه ده يكون ايه يكون يكون من تحت يعني مثلا ده كده الهيماتوما فمش هفتح من فوق كده ومش هعرف اطلع ده كده لبره تمام لا افتح من تحت من هنا كده عشان اسكريز والدم ينزل كله كده لتحت تمام ده يفضل يعني تمام طب بعدين احنا هنفضي كده نعمل سواء اسبيريشن او بالانسشن ودرينج هنسيبه بقى كده الكافيتي كده زي ما هو لا ما ممكن يرجع تاني يعمل ريكوليكشن ويجمع تاني فاحنا لازما نقفل الكافيتي ده عشان ما نديلوش فرصه او ما يكونش في اي سبيس ان هو يجمع فيه اي حاجه تانيه تمام حتى لو مثلا ممكن ما يجمعش دم ده ممكن يجمع بص. يكون في اي ديبري من نكروتيك تشو كده فيحصل يحصل انفيكشن ويجمع بس فيه فاحنا لازم نتجنب المشكله دي الدكتور قال زمان كان ممكن يحط كوين حاجه زي العمله المعدنيه كده وبعدين اللي هو نحطها في قلب الكافيتي ده ما اعرفش ازاي بصراحه وبعدين ايه يلفوها بقى ويعملوا بريشر عليها فيرم عشان يكون مقفول خالص تمام آه بس احنا اللي بنعمله دلوقتي واللي الدكتور قال عليه واللي لو حد فيكم نزل استقبال شافه يعني في حالات ان احنا نفضي هيماتوما او نفضي ابسس او كده بشاشة يكون مطهر تمام ونعبيه في قلب الكافيتي ده هياخد الكافيتي شكل الايه تدويره بتاعه الودن كده ونعبيها فيها وبعدين نعمل فيرم بريشر برده بتريسنج ونقفلها كويس عشان نمنع الريكولكشن ده تاني. تمام كده احنا خلصنا الهيماتوم طب ممكن لو احنا حصل برضو تروما بس مش حاجه بلانت مش خبطه صلبه او مش ببوكس حاجه شرب زي سكينه دي بنقول عليها لاسيريشن بقى تمام بسكينه فبنلاقي قطع جرح باين يعني قطع ده عايز خياطه تمام ممكن الجرح ده يكون اصلا خد السكين بس من بره وما خدش الكارتليج وزي الكارتليج او ممكن يدخل لجوه وخد الكارتليج معاه تمام طبعا بيكون جاي بين وبليدنج وكل زي ما انتم شايفين كده في الصوره تمام في سفير كيسز بيقول الاورجل بتكون ايه بتكون منتفخه تمام ماشي ما اكيد يعني ثم الفكره كلها احنا عندنا جرح مفتوح نحسب سكندري انفيكشن وبرده نفس الفكره يتحول لبريكونترايتس تمام فعشان نتجنب المشكله دي في تريتمنت هندي برده برضو antibiotic. طب هنا المشكله العلاج بقى ايه فوق كنا بنقول ده كيس ومجمع فنعمل له اسبيريشن او انسيشن ده بقى جرح مفتوح فنعمل ايه هنخيط بس هنا لازم نخيط خياطه تجميليه بلاستيك ريبير لان ده جرح في الوش يعني لو اي حاجه منطقه ثانيه في الجسم فتمام متغطيه لكن في الوش وخصوصا بقى بنت او ولد مش هتفرق يعني حاجه شكلها مش كويس خالص تمام فلازم بيكون بناخد معين 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 وطريقه برضو الخياطه ما تكونش بشكل معين تمام عشان يهيل كويس وما يحسبش اي سكار تمام والدكتور فضل قال ان احنا في الخياطه في في الجزء ده او في الوش بالذات ان احنا تكون ايه تكون يعني خياطه الجمليه بتكون انتربتد مش كونتينوس يعني ايه يعني احنا مش هناخد كونتينوس زي ما بنكون بنخيط هدوم كده آه هو خيط واحد وماشيين غرزه ورا الثانيه غرزه ورا متصلين ببعض لا ده يكون انتربتد ان احنا ناخد غرزه ونربطها نعقدها ونمكن قطعين الخيط وبعدين ناخد الغرزه اللي بعدها ليه عشان السيب سبيس اولا عشان السكار برده ما تكونش يعني باينه قوي ثاني حاجه عشان آه احنا ممكن نكون قفلنا على الجرح ويكون اصلا اوريدي في انفكشن او في دبري جوه وممكن يحصل ايه ان هو يتحول بقى يعني يحصل سكندري انفكشن وبيريكونترايتس والمشاكل دي كلها لازم يكون في سبيسات كده ان هو ايه لو حصل اي حسينا ان اي في اي بصه هيتعمل فنبدا ان احنا نعمل درينج وناخد بالنا مش هنخبي ون... ونقفل ونخبي على الكرسه جوه تمام آه دي كده اللاسريشن تمام طب احنا قلنا ان احنا عندنا تروماتيك في عندنا انفلاماتوري على الانفلاماتوري هناخد حاجه اسمها بريكوندرايتس لان اصل دي الكومبليكيشن بتاعه الهيماتوما وبتاعه اللاسريشن تمام

قلنا دي انفلاميشن جمع ابسس او بس عند البريكورديوم ما بينه وما بين الكارتلج تمام بسبب ايه بسبب ان هو كومبليكيشن لي او لاسريشن حصل سكند انفكشن او ان احنا اصلا عاملين سيرجيكال ووند او انسيشن يعني جرح من عمليه جراحيه والبيشنت لقط انفكشن تمام فعمل له او ممكن عندنا ناخد حاجه اسمها فرانكل اللي هو الدمل اللي بيطلع عند مكان الشعر عند الهير فوليكل تمام في الاوتر وان بقى بتاع الكارتلج لان البوني ما فيهوش هير فوليكل الكارتلج الاوتر سيرت بره هو اللي فيه هير فوليك فممكن يعمل اللي هو حاجه صغيره كده بتكون مجمعه ابسس بسبب بكتيريا تمام فبكون مجمعه ابسس الدمل فده لو عملنا له سكويست لو يعني عصرناه فالبص هيطلع وهيكستند ويروح عند الكارتليج ويعمل لنا تمام لو عايزين تعرفوها يعني تمام ومن ضمن الازيات ان الدكتور قال ان دي بتكون اكتر مع الاولد ايجز تمام كده عرفنا المكان والاسباب السمبتومز بقى السمبتومز دي الفرق ما بين سمبتومز وساينس. سمبتومز دي اللي البيشنت هيجي يشتكي منها يقول لي انا بشتكي من ايه واغلبها طبعا البين تمام اللي انا هلاحظه على البيشن سواء بعناية او من الاكزامينيشن او اللي انا هساله عليه ويرد عليا الاسئله اللي انا عايزاها الاجابات اللي انا هطلع بيها انا كدكتور تمام آه, آه اللي هو المشاكل الجنرال بتاعت الانفورميشن اللي هي فاهم اللي هو فيفر وأنيروكزيا وهيتك وماليز تمام طب لوكال عند الاوركل بالظبط هنلاقي اسولن وبينفول وده اللي هيجي يشتكي منه الايه البيشن طب الساينس اللي انا انا هلاحظها لاحظ عنده برده فيفر دي برده اللي هو ممكن يشتكي منها عادي والاحظ لوكال ساينس بقى آه برده اسولن وريدش وهود وتندر تندر ما الفرق ما بين تندر وبين آه ان هو آه انا اللي هحط ايدي فحس آه هو هيتوجع تمام انا اللي هضغط تمام طب اللي بيول قال لك اللي بيول هيكون فري هيكون نورمال خالص ليه اصلا ما فيهوش كارتلج واحنا قلنا المشاكل دي كلها بتاعت البريكونترايتس اللي هو سكندري انفيكشن فالدم اللي كان متجمع ما بين الكارتلج والبريكارديوم يتحول لابسس يعني الفكره كلها في مكان فيه كارتلج وبريكارديوم انما اللي ده سوفت تيشو بس ما فيهوش اي كارتلج فالبيول هيكون نورمال جدا وده في برده حته تركيه كده موجوده في الاخر الدكتور كان قالها برده تمام تمام كده عرفنا السيمبتومز والساينس الكومبليكيشن نفس الكومبليكيشن بتاعه الهيماتوما واللاسريشن ان الابسس ده برده فاصل ما بين الكارتليج والبريكارديوم فمش فاصله بلاد سبلاي فيبدا يحصل برده نيكروزس وهي الفايبروزس ديفورميتي والكولي اير تمام تتاكل خالص اللي هو الكولي اير اللي هو الصوره دي شايفين بقت متاكله ازاي زي الارنبيده كده وفي صوره بقى كانت خلاص مختفيه خالص يعني آه طيب التريتمنت ده اصلا انفلاميشن ببكتيريا مجمع بس فلازم نديله انتي بيوتك على طول ده حتى مش بروفلكتس ده تريتمنت على طول تمام وكمان هنعمل درينج بقى للباس ده آه هنا مش هنعمل فتحة واحد بس كده احنا هنعمل كذا انسيشن صغيرين ونبدا ان احنا نعمل درينج ونطلعه آه وكمان عشان بيكون في طبعا طالما في باس فاكيد في نكروتيك تشو من الكارتلج فاحنا عايزين نتخلص منه عشان ما يحصلش ايه يرجع تاني يبقى ريكورنت ويجمع باس تاني فالعمليه ان احنا نتخلص من نكروتيك تشو دي او الكارتلج يعني لما انت فبنقول عليها ديبريدمنت ان احنا نتخلص من الدبري او إنكروزت كارتليج تمام تمام كده عرفنا العلاج آه التركية بقى اللي هو ما الفرق ما بين مشكله البريكونترايتس ومشكله تانية في ال... في الجلديه تقريبا اسمها إيرسبيلس آه تقريبا تمام اللي هي الصوره دي دي كده الارسبيلس ودي كده البريكونترايتس احنا قلنا البريكونترايتس اللي موجود ما بين الكارتلج والبريكارديوم فالبيول بيكون فري نورمال خالص بس بص ال... الودن كلها سولن ومحمره ازاي والتهبه دي فري تمام نورمال هنا الودن كلها ملتهبه محمره يعني في الايريسبلس نلاقي ان البيول كمان بيكون افكتد لان المشكله اصلا في السكن هو ملتهب التهاب جلدي انما البيركونتريتس البيول ما فيهوش كارتليج فبيكون نورمال عادي فيه تمام تمام ندخل بقى على اشهر حاجه في التروباتيك هي الرابتشر اوف امبانك منبري آه بيقول لك دي حاجه كومن قال لك لا دي مش حاجه كومن ان كومن ليه اصل من ميمبرين اصلا نورمالي بيكون محمي محمي ازاي اصل احنا عندنا الاكسترنال اوديتوري كانال دي بيكون يعني ايه الاتجاه بتاعتها مختلف شويه الاوتر وينسيرد اللي هو الكارتليج بيكون له اتجاه عن الانر تو سيرت اللي هو البوني بيكون في نسبه كده من الانحراف شويه تمام فده التيرشوس كورس ده ده بيمنع ان اي حاجه تدخل تاذي على طول من ميمبرين بشكل دايركت على عكس لو كانت ستريت كانت على طول يعني ايه معرضه انها تتاذي يعني بشكل اكتر تمام نسبة اكبر آه طيب الاسباب بقى قسمها ليه indirect تروما ودايركت تروما ازاي يعني دايركت تروما دي ان احنا خبطنا خبطه فلمست على طول التمبانيك ميمبرين تمام بشكل دايركت انما دائرة تروما دي ما لمستش التمبانيك ميمبرين دي خبطه على الودن من بره ما لمستش التمبانيك ميمبرين بس اثرت على الضغط اللي في الاكسترنال كانال وده هو اللي رابتشر التمبانيك ميمبرين تمام يعني بقى الضغط عالي فقام جاي من فرقه ميمبرين تمام تمام ال قلنا الفكره كلها في حصل ماركت بريشر تشينجز في الاكسترنال كانال اشهر اشهر سبب فيها واشهر سبب اصلا في من هنا هو الايه السلاب ان حد يضرب حد بالكف مثلا اللي هم المدرسين يعني اللي ربنا ينتقم منهم اللي بيكونوا عنيفين وممكن يضربوا طالب بكف احنا عارفين طبعا عادي بتحصل مواقف من دي في اماكن كتير يعني يعني كانه مش شخص متعلم تمام او مثلا ربنا يعافينا ويعني ويقدر اي شخص مبتلي المشكلة دي اللي هو مثلا العنف في الاهل ان حد يضرب ابنه مثلا بالكف تمام فيربطش رتم من برين. او الدكتور قال بقى يعني سبب يعني ظريف شويه عن المشاكل اللي انا قلتها دي ان يكون طفل صغير يعني ايه وايده صغيره خالص وخفيفه وبتلسع كده فيضرب مامته وبيلعب بيلعب معاها بالكف فاتمبانك من بريني رابتشر تمام آه فدي كده ايه ده اشهر سبب في ان يحصل آه يغير يعني البريشر في الاكسترنال كانال فيفرقع آه طبله المين تمام طب في عندنا سبب تاني زي الاوتيتيك بارو تروما بارو دي ريليتد للضغط الجوي فزي ما احنا قلنا في البدايه في تقسيمة دي بتكون بسبب ان احنا مثلا نازلين بالطياره واحنا نازلين بالطياره بنكون بنقرب من الارض فالضغط بيبدا يزيد يزيد يزيد, يزيد بره عند الاكسترنال كانال اللي هو قدام الايه قدام التمبانك ميمبرين فالضغط قدام التمبانك ميمبرين بيكون عالي بيبدا يبقى نيجاتيف يزيد قوي فبيزق التمبانك ميمبرين لجوه على عكس الضغط ورا التمبانك ميمبرين في الميدل اير بيكون ايه بيكون نيجاتيف بيكون قليل فبيسحب التمبانك ميمبرين كمان لجوه تمام يعني انتوا متخيلين معايا ده كده التمبانك ميمبرين هو من بره كده احنا بنبص بيكون كيف فهنا الضغط في الاكسترنال كان بيكون بوزيتيف وجوه في الميدل اير بيكون ايه بيكون نيجاتيف كمان ان الضغط واحنا بره نازلين الارض بيزيد فبيزيد في الاكسترنال كان فيبدا يزق من منبرين كده لجوه ده غير ان ضغطه جوه في الميدل اير بيبقى نيجاتيف قليل بالنسبه لبره فبيشفط كمان برين منبرين لجوه جوه معانا من برين, فالتمب... برين. عملية يدخل 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 فيقوم جاي رابتشر بس الدكتور قال يعني دي حاجه مش مشهوره قوي ممكن تحصل اكتر لو حد اصلا يعني ايه عرضه للمشكله دي ازاي يعني عنده الاوستيكيان تيوب اللي فاتحه على الميد اير مقفوله مقفوله ازاي ممكن بسبب هو عنده دور برد آه، كولد او يكون عنده ساينوسايتس او قصدي راينايتس تمام يعني حاجه قافله البستيان تيوب او يكون عنده ادينويد لحميه فقافلين البستيان تيوب فمفيش هواء اصلا بيدخل من البستيان تيوب للميديد اير ولا يعادل البريشر فالضغط في الميديد اير عمال يقل 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 في نيجاتيف على عكس الضغط في الاكسترنال اير عمال يزيد يزيد لان احنا بننزل للارض فالهواء بيدخل بضغط عالي فبوزيتيف فالتيمبانيك ميمبرين يفضل يدخل يدخل لجوه فايرابتشر تمام نعالج المشكله دي زي احنا احنا نازلين بالطياره لقينا بننغلبين الناس كلها بتوزع علينا في الطياره ده لبين عشان نفتح الاوستيكيان تيوب والهواء يدخل منها للميدل اير فيعادل البريشر على الناحيتين تمام او ان احنا الدكتور قال حركه كده عملها بس انا مش عارفه تتخيلوها معايا ولا لا ان احنا نقفل مناخيرنا ونقفل بقنا وننفخ بقنا يعني ننفخ خدودنا كده آه فالهواء يكون جوه بقنا واحنا قافلين البق والمناخير مش فاهمه والله مش عارفه اوصفها لكم ازاي فالهواء اللي جوه بقنا ده يفتح الاوستيكيان تيوب من جوه تمام يعني حاولوا تعملوها اكيد هتحسوا يعني تمام فالاوستيكيان تيوب تفتح والهواء يدخل للميدل اير ونعادل الضغط على الناحيتين تمام طيب آه, ثالث انديركت uh, تروما السبب هو الاكسبلوجن ان يعني يحصل انفجار فتلاقي آه, ان تيار الهواء دخل بسرعه للودن فبرضه عمل رابتشر في التيمبانيك ممبرين وتلاقي الشخص جاي اصلا ودنه مخرمه كده برفرت خالص تمام آه, تمام طب الدايركت تروما اللي هي هتروح تلمس بقى على طول التيمبانيك ممبرين آه, زي ان يكون دخل فورين بودي اي حاجة اي فرن بادي حتى لو ممكن حشرة يعني مش شرط ان هو حاجة معدن او يعني حاجة اوبجكت يعني تمام أو ممكن يكون الشخص اللي هو في جاي عمال يلعب في ودنه بالمفتاح او بنت بدبوس شعر مثلا او اي حاجة فبتأذي نفسها فهي اللي بتخرم اصلا طبلت ودنها تمام او ممكن سبب ان اللي هي تقريبا لها اسم تاني لاتروجينك يكون هو اصلا دكتور مش موجود فتلاقي الممرضة هي اللي عملت مكانه اير تغسل الشمع الواكس بتاع الودن وده مثال الدكتور قاله يعني في المحاضره فهي اصلا يعني مش ما عندهاش السكيلز دي هي مش خفيفه مش متعوده فممكن تدخل الفلويد ببرشر عالي شويه او باتجاه مش مظبوط فاذا ما بتكونش خفيفه فتاذي طبله الودن وبتفتحها وتخرمها تمام او الدكتور نفسه ما عندوش السكيلز دي وايده مش خفيفه قوي فهيئه البيشنت غصب عنه تمام تمام انت كده سكيلد او اسمها لاتروجينيك تمام او ممكن مشكله بقى الاخيره هي التمبرال بون فراكشر حادثه وانا اتخبطت في راسي فحصل تيمبرال بون فراكتشر فهاثر على التيمبانيك ميمبرين وهيقوم جاي ايه خرم طبله الود وفي الحاله دي غير الاسباب دي كلها هلاقي ان في دم نازل من ودن دم يعني ممكن يعني خط كده خطين يعني دم نازل ليه بسبب ان حصل فراكتشر في البيز السكال بيز عند التيمبرال بون فالفاسكولاريتي الدم ده بيبدا يخرج من الودن انما اي سبب تاني عمل رابتشر في التيمبانيك ميمبرين وما اثرش على فاسكولاريتي بره الجزء التيمبانيك ميمبرين ده فمش هلاقي دم خارج من الودن كده ممكن تلاقي بس نقطتين كده في قلب الودن من جوه يعني من عند الاكسترنال كانال او احنا نشوفهم بالاوتوسكوبي او كده بيكونوا كلوتد حتى يعني متجلطين نقطتين كده مش اكتر تمام انما في التمبر بون فراكتشر بنلاقي اوريدي دم نازل من, من الودن كده تمام كده الاسباب دايركت و طيب السيمتومز بقى والساينس السيمتومز البيشنت هيجي يشتكي بايه هو بيقول لي وبيحكي لي الحكايه والهيستوري هيعرف منه ان هو اتعرض لتروما اتخبط طب هو يجي يشتكي من ايه اهم سبب اصلا شكويته هو البين بس قالك يا دكتور ده انا حسيت ببين في وقت الخبطه بس وحصل نزيف في وقت الخبطه بس يعني هو ممكن يكون حط صباعه كده عند ودنه وطلع نقطتين دم تمام يقصد ايه بوقت الخبطه بس ان هو وقت الرابتشر بس الايريك او البين حصل وقت الرابتشر بس والبلاتي اوتورية حصل وقت الرابتشر بس يعني حاجه ترانزيانت تمام وخفيفه خالص مايل زي ما قلت الا حاله الايه التمرال بون فراكشر فبنلاقي دم نازل. تمام آه كمان بيقول لك ان انا ويني بدات تصفر ان هو لو مثلا قفل آه مناخيره كده او لو هينف او كده فبتلاقي ان هو بيحس ان في هواء بيخرج من ودنه وبتصفر تمام وسترنج تمام وسترنج ساوند صوت صوت تصفير كده خارج ليه ما اصلا طبله كانت خرمت. تمام آه وكمان بيحصل هيرنجلوس تاس ان هو ودنه بنقول عليه الطنين بتزن كده لوس لان احنا اصلا يعني آه خلاص خرمنا طبله الودن فدي حاجه من آه بنقول عليها كونتكتف لوس تمام <applause> تمام <applause> <applause> طب دي كده المشاكل اللي هو بيجي يشتكي من الساينس بقى اللي انا هلاحظها انا ان انا هعمل اكزامينشن زي السبيكيولا دي بتبقى حاجه كده زي القمع كده تمام وبدخلها كده يعني في, في الودن كده تمام وببدا ان انا اشوف من جوه ممكن تكون بمسكها بايدي او ممكن بكون ماسكها يعني متركبه في الاوتوسكوبي تمام المهم ان اسمه اسبيكيولا كان موجود في الراوند بتاع النهارده يعني فده انا هبص على ايه منه؟ هبص على ثلاث حاجات هبص على الاكسترنال كنال من بره هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان انا عندي نقطتين دم متجلطين كله ونقطتين بس حاجه بسيطه تمام 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 الا بقى زي ما قلت في حاله التيمبرال البوم فراكتشر وبص عليها بص على الدرام وأبص كمان الدرام هي اتخرمت ودي اهم حاجه يعني طبله الودن تمبرنت ان تمبرن انا هبص عليها دي اهم حاجه طب ببص على الايه هي اتخرمت زي في الصوره دي كده فانا شايفه الميكوزا بتاعه الميدل اير فهبص عليها هي كمان هتفيدني في ايه هتفيدني في ان انا افرق ما بين الاسباب ان انا اعمل ديفرنشال دايجنوستس سواء التيمبانيك ممبرين رابتشر او بيرفوريشن ده كان بسبب تروماتك ولا باثولوجيكال تروماتيك ليه الاسباب اللي احنا قلناها دايركت اون باثولوجيكال دي حاجه ريليتد للميدل اير تمام اللي هو زي مثلا الاوتيتس ميديا تمام اللي هي الاكيوت والكرونيك اللي احنا هناخدها من الحضره الجايه والدكتور قال ان المقارنه دي مهمه جدا في الاي احنا دلوقتي خدنا اسباب الايه اللي هي تروماتيك امبانيك ميمبرين رابتشر اخذنا الاسباب والساينس والسيمتومز والحاجات دي كلها فاحنا هناخد الاسباب دي كمان برضو ممكن تعمل من برين بريفريشن بس باثولوجيكال يعني حاجه ريليتد للميد اير اللي هي في حالات الاوتيتس ميديا هناخدها في المحاضره الجايه فنجمعهم الاثنين وممكن تيجي كمقارنة في اي سي تمام دي حاجه يعني ايه هتفرق جدا معانا وهديكم يعني كام كلمه كده اللي انا عرفتهم عنها يعني حاجه بسيطه بس كفكره عنها تمام طب احنا قلنا هنبص على الاكسترنال كانال اللي نقطتين دم بس كده متجلطين هنبص على الدرام هنلاقيها بيرفوريتد من برين بيرفوريشن تمام الفرق بقى ايه قال لك ان احنا عندنا ادرام دي في حاجتين بارس فلاسيتا وبارس تنسا بارس فلاسيتا اللي هو فوق ده كده الحاجه الصغيره اللي فوق دي تمام اللي هي فوق البوندي ثانيه عشان تبان اللي هي فوق البوندي تقريبا انما دي كده بارس تنسا تمام بارس فلاسيتا دي بتكون يعني بيروح ويجي عادي مع مع الهواء فبتروما مش ان هو معرض ان هو يربتشر ولا حاجه انما المعرض نوع اللي معرض ان هو يربتشر بتروما هو البارس تنسا الناشف شويه فأهم التركيه ان هو بيكون موجود في البارس تنسا وكمان سنترال يعني ايه سنترال اصل احنا عندنا حاجه اسمها انيولس بتكون متحوطه البارس كده البارس تنسى تمام زي المارجن كده تمام فيقول لك ان الانيولس ده بيكون نورمال احنا اصلا الرابتر مش بيوصل له لو وصلنا له فبنقول عليه مارجنال مارجنال رابتر او برفريشن لكن هو بعيد عنه في الـ في السنترال بس بتاع البارس تنسى فبنقول عليها في الحاله دي البرفريشن بيكون سنترال بارس تنسى تمام فده كده ايه دي حاجه آه، كاركترستيك للتروماتيك لان في الباثولوجيك اللي هو السبب الاوتيتس ميديا ممكن يكون سنترال ممكن يكون مارجنال يعني ممكن ياخد الانيولس ممكن يكون الانيولس لا مش واصل ممكن يكون كمان في البارس تنسى وممكن يكون في البارس دينسا. Gracias. <coughs> تمام كده او كده تمام طب كمان بيقول لك ان احنا قلنا ان هو سنترال مش واصل للانيولس يعني بيكون متحول بكومبليت ريم من التمبانيك من الريجز بتاعته بتكون ايه بتكون الريجولر مش منتظمه واخده اي شكل واخده اي حجم عادي بس المهم انها مش منتظمه الريجولر وبتكون يعني شرب زي ما احنا شايفين كده تمام وكمان بتكون سن وموجوده حواليها اللي هو نقطتين الدم المجلطين دول تمام وما بنبص جوه الميكوزا بتاع الميدل اير من الفتحه اللي احنا شايفينها ديت لما نبص من جوه كده مش هنلاقي فيه دم ولا جوه الميدل اير لان غير سليمه الفكره كلها التروما هي اللي فرقعت طبله الودن تمام يبقى هنا ايه قلنا التمبانيك ميمبرين بيرفوريشن بيكون سنترال بارس تنسا آه نوت ريتشي. الانيولس وكمان الريجولار آه والبلاد كلوتس ممكن نلاقيها في الاكسترنال كانال او حوالين سراوندد الايه البرفوريشن ده تمام آه تمام طيب احنا دلوقتي خربنا طبله الودن فخلاص عملنا كونتاكتيف هيرنج لوس فنعمل التنك فورك آه وسواء بالوالويبر او رينيتست فنلاقينا ان احنا بنسمع اكتر بالبوني بوني كوندكشن اكتر من الاير كوندكشن دي حاجه اكتر المفروض ان احنا بنسمع بالاير اكتر فاحنا دلوقتي هنسمع بالايه هنسمع بالديزيز دي اير ليه لان ديزيز دي اير مش داخل لها مش يعني الهوا مش هيأثر تمام اللي هو الصوت اللي داخل عن طريق مش هيأثر فهنسمع اكتر بالبون تمام ففي حالات اللي هو الويبرتست إحنا بنسمع اكتر في ديزيز دي اير ان احنا عندنا في ايرينج كلوز تمام تمام طب احنا قلنا الفرق ما بين الباثولوجيكال والتروماتيك في حته البرفوريشن قلنا هنا سنترال بارس مش بيوصل للانيولس والريجز بيكون ايريجولار انما هنا في الباثولوجيكال في حالات الاوتيتس ميديا بيكون ايه ممكن يكون سنترال ممكن يكون مارجنال ممكن يكون في البارس تنسى ممكن يكون في البارس فلاسيدا وكمان الايدجز بتكون ريجولار ليه لان هو اصلا يعني مش حاجه فرقعته ده هو المشكله كلها ان الاوتيتس ميديا في ايه انفلاميشن فمجمع بس اه مجمع ديسشارج في الميدل اير فالديسشارج ده هو اللي خرم الودن من, من جوه هو اللي خرم طبله الودن من جوه من وراها تمام فبنلاقي البريفريشن ده بيكون ريجولار شويه عن المنظر ده تمام ده كده الفرق ما بينهم آه تمام طب البروجنوزس قال لك ان ان البروجنوزس في معظم الحالات الطفله الويني دي التمبانك ميمبرين بيهيل لوحده تمام فخلال كام يوم كام اسبوع يعني بكتير او ممكن شهر تمام بس ممكن يوصل معانا لثلاث شهور وما حصلش اي هيلنج ثلاث شهور ده كده الليميت بتاعنا في في الوقت ده الدكاتره ممكن من اول ثلاث شهور لو ما لقيتش التمبانك منبرين حصلوا هيلنج فممكن تبدا انها تتدخل جراحيا تعمل عمليه ترقيع تمام اللي هي بنقول عليها أه مايرينجو بلاستي تمام او ممكن دكاتره قلنا ثلاث شهور ده الليميت بتاعنا ممكن من اول ثلاث شهور الدكاتره تقول خلاص مش هيحصل هنا تمام ده كده خلاص الليميت بتاعنا ونعمل العمليه في دكاتره ممكن تستنى من ثلاث شهور لست شهور تمام تمام مش هتفرق يعني هنعمل العمليه اللي هي ترقيع دي ازاي هي الفكره كلها ان احنا الايدجز بعيد عن بعض وكمان خلاص بقتش اكتف فمش عماله تبني نفسها ومش بتوصل لبعض فاحنا عايزين ناكتفها فهنقطع الايدجز ديت اللي البرفريشن اللي كان حاصل ده كده تمام فاحنا هنقطعه هنسويه شويه عشان نأكتف السلسلة دي ونخليها تبدا ترجع تبني نفسها تاني تمام طب احنا أكتبناها عايزين نوصلهم ببعض فهنجيب حته من السكن من حوالين الاير كده بنحطها زي آه زي حته قماشه كده وراها تمام يعني كانها آه غطا كده وراها ليه عشان نوصل الايدجز نقربهم من بعض شويه فكده احنا قربنا الايدجز من بعض بحته الجرافت اللي احنا اخذناها دي من التشو وكمان قطعنا عشان نكتبه ويرجع يحصلوا ايه يبني نفسه تاني تمام العمليه دي بنقول عليها مايرينجو بلاستي في دكاتره زي ما قلنا لو حصل فيلير وفيلينج في خلال 3 شهور بيتعملها على طول في دكاتره ممكن تستنى من 3 لست. تمام تمام آه طيب ال 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 التريتمنت بقى التريتمنت آه قلنا ان احنا ندي انتي على طول كبرفلكت عشان احنا دي حاجه مفتوحه فممكن يدخل اي انفكشن ويجمع بقى ابسس تمام فهندي له انتي تمام طب احنا قلنا ان هو هيهيل لوحده في خلال كام اسبوع طيب هيهيل لوحده بس احنا لازم ان يكون عندنا شويه احتياطات كده عشان الهيلينج يطلع بشكل كويس وكمان بشكل اسرع ايه هي ان احنا نقول للبيشنت بالعربي كده بالبلدي هنقول له ما تحزقش ازاي يعني ما ينفش قوي او يعني في الحمام تمام آه ليه لان كل ما يجي يحصل هيلنج فهو و جاي الهيرنج بيرفوريشن ده تمام فنقول ان هو ما يتعرضش للحركه دي قوي تمام عشان الهيلنج يطلع بشكل كويس تمام تاني حاجه ان احنا لازم نجيب الاير دراي ما اي مياه. تمام لازم نخليها على طول دراي نتجنب اي ويتنج للاير ازاي يعني عشان ما يحصلش اي كونتامينيشن ما تتلوثش تمام طب احنا نتجنب الميه دي ازاي ان احنا مثلا ما نعملش اير ووش خالص تمام منحطش ما نحطش اي اير دروبس يعني حتى في مش هنستخدم اي اير دروبس الانتيبايوتكس تبقى تابلت ولا حاجه مش هنستخدم اير دروبس تمام تمام طيب وكمان لو هنغسل راسنا او في سويمنج او كده نقفل ودننا باي سداده اير بلاك او بقطنه ونبلها باوينتمنت لان دي متلابت او فاتي فتكون هيدروفوبيك فمش هتدخل الميه تمام فاحنا لازم عشان نساعد على الهيل قلنا ان احنا التابوفلاكتيك ندي انتي بايوتيك عشان ما يحصلش اي كونتامينيشن او سيكندري انفكشن ولازم ان احنا نمنع النوز بلوينج او يعني بالعربي البيشنت ما يحزقش عشان ما يحصلش رابتشر للهيلينج ده ولازم ان الاير دراي عن طريق ان <متحدث> احنا نمنع الاير ووش نمنع الاير دروبس لو عملنا هيد ووشنج او سويمنج لازم نستخدم اير بلاك او كوتن ويز اوينتمنت تمام وانا السيرجيكال بنلجا لها لو عدينا 3 شهور ما حصلش هيلينج او في دكاتره ممكن تستنى من 3 ل 6 نعمل عمليه الترقيع دي اللي هي مايرينجوبلاستي تمام آه ده كده كان اهم حاجه في الـ في الـ في الـ في جزء التروماتيك اللي هو رابتشر في التيمبانيك ميمبرين بدل المراجعة بقى عشان الفيديو ما يطولش مننا فنحل اسئلة افضل على الجزء اللي احنا خدناه تمام هنا بيقول لك اول سؤال هيماتوما اوف اوراكل مي كوزد باي قلنا الهيماتوما دي عايزة خبطة بلانت تمام واشهرها اصلا البوكس فبنسميها بوكسر تروما. فالاجابة تبقى بوكس تمام آه بعدين بيقول لك البريكونترايتس مي بي كومبليكيشن اوف ذا كليجن البريكونترايتس قلنا ان احنا عندنا انفكتد اما هيماتوما او لاسريشن او سيرجيكال ووند او ان احنا حصل سكويزنج للفرانكل تمام فهو هنا انفكتد ووند. ووند او فرانكل عملنا له سكويزنج فرابتشر وطلع البص اللي فيه او بلانت تروما فيبقى ايه يبقى اول تمام آه تمام السؤال اللي بعده بيقول لك الكولي فلاور آه سيكوال تو آه نتيجه للايه آه كولي فلاور انه هيحصل ايه هيحصل هيلنج للكارتج باي فايف بروز فاكيد هيكون البريكونترايتس <فلاور> تمام حتى ان هو بيكون حتى لو عندنا هيماتوما او لاسريشن فهي كومبليكيت ببريكونترايتس <فلاور> ويبدا ان هو ياكل بقى في اللي بيحصل الكروزس في ال في الكارتليدج في ايه فيعمل لنا كولي فلاور او كمان برضو لو عندنا هيماتوما ولاستريشن فناخدها كمان بس هو عندنا ايه بريكونترايتس بس يعني هنا في الاختيارات تمام آه، تمام هنا بيقول لك بقى ايه السيمتومز اوف تروماتيك رابتشر اوف تمبانيك ميمبرين انكلود احنا قلنا ان احنا البيشنت هيجي يقول انا حسيت بوجع وقت الخبطه وممكن نلاقي نقطتين دم وقت الخبطه تمام آه، تمام فبيقول لك بين التايم اوف رابتشر وكمان بليدنج از اونس في البدايه بس بيكونوا ترانزين تمام تمام وكمان ممكن يحصل كونتكتف ديفنس ليه لان احنا خلاص خرمنا طبله الودن فهيحصل كونتكتف هيرنج لوس فيبقى كل الاجابات صح تمام انتروماتيك رابتشر اوف ذا من ميمبرين اول اوف ذا اول اوف ذا فولونج شوت بي افويدد اكسبت احنا قلنا لازما ايه في التروماتيك رابتشر عشان نساعد على الهيلينج لازما نقول بيشنت ما يحزقش خالص وي النوز فلوينج وكمان نكيب ات دراي <applause> نحافظ على الود ناشفه على طول تمام ما نبلهاش باي حاجه فهن افويد ايه هن افويد السويمنج صح هن افويد البلونج في النوز صح وكمان هن افويد الاير دروبس صح طب هن افويد الترافلينج بالاير لا مش هتاثر قوي فدي هي الاكسبشن بتاعنا تمام تمام بعدين بيقول لك الكاركترستيك كاركتر So, of automatic traumatic drum preparation includes a following except في في التروماتيك درام عايزين نفتكر كده كانت بتبقى سنترال سنترال في البارسي تنسى وكمان يعني مش مارجنال تمام تمام وبتبقى الايدجز بتاعت ريجولار بتكون سن وبتكون متحوطه بالبلاد كلوتس وبتهيل سبونتينوسلي واحنا بقى بنساعد على الهيلنج بالنقطتين اللي احنا قلناهم فدول كلهم معانا معانا المارجنال المارجينال هي بتكون سنترال الانيولس مش بنوصله تمام نوصله له ممكن تبقى مارجينال في حاله الباثولوجيكال باثولوجيكال تمبريك من برين بيرفريشن تمام آه تمام بيقول لك في الانز تريتمنت اوف تروماتيك دراما بيرفريشن تشوز ذا رونج انسر Yeah. <laughs> الرونج انسر في تريتمنت ايه ان احنا ناخد سيستميك انتي بايوتيك لا ده صح السيستميك دي يعني ناخد اورال تابلت ما ناخدش اير دروبس فدي صح عادي لو فايت الووتر صح لو فايت النوز بلونج صح طب ناخد لوكال انتي بايوتيك اير دروبس لا دي غلط تمام دي اللي احنا ايه ما ينفعش ناخدها دي الرونج انسر تمام تمام موست امبورتنت ايتم ان تريتمنت اوف سمول دراي تروماتيك سنترال بريفريشن اوف تمبانيك ميمبرين زي ما قلت اهم حاجه اصلا في التروماتيك هي الرابتر اوف تمبانيك ميمبرين واهم تركيه فيها ان هو مثلا اشهر اشهر كوز فيها السلاب و العلاج بتاع ريتين لازم ان احنا نلاحظ حاجتين ان الوتر الووتر باي اسبابها وان افويد بلونج تمام تمام فاحنا اهم إمبورتنت ايتم في العلاج ده هو ان احنا بروتكشن اوف اير اجينست واتر تمام ما امبلهاش خالص كيب ايد على طول تمام تمام بعدين بقى هندخل على اهم جزء في المحاضره وده اهم سبب في الانفلاماتري كوزس هو الاوتيتس اكسترنال ان يحصل انفلاميشن في السكن اللي بيلاين الاكسترنال اوتيتريك تمام انفلاميشن لها كذا سبب ممكن بكتيريا ممكن فيروس ممكن فنجاي تمام طب البكتيريا دي ممكن تبقى ديفيوز تاخد كل الاكسترنال كانال كارتيليجنس وي بوني تمام ممكن تبقى لوكالايزد يعني في الجزء الكارتيليجنس بس ليه لأصلها انها بتعمل لنا حاجه اسمها فرانكل اللي هي الدم دي والدمل دي بتطلع عند الهير فوليكل والهير مش موجود غير في الاوتر وان تمام تمام بس هو نفس الفكره يعني نفس الاسباب نفس السيمتومز والساينس وكل حاجه بس الفكره ان يعني هنا ايه هنا دفيوس وهنا لوكالايز تمام تمام وفي عندنا في البكتيريا كمان حاجه اسمها مالجننت اوتايتس اكسترنال ودي حاجه مهمه جدا وخطيره جدا الدكتور اكد عليها آه هي مش نيو بلاستيك امال اللي بنقول عليها مالجننت واخده شويه كاركتيريا من الكانسر انها انفيزيف بتروح لحد السكال بيس في التيمبرال بون وبتعمل لنا اوستيومايلايتس بدل ما كانت بس موجوده في الاكسترنال كانال في الخلايا بتاعه السكن اللي بيلاين الاكسترنال كانال وكانت بس عامله لنا يعني انفلاميشن في الخلايا بتاعت بتاعه الاكسترنال كانال بس لا دي بقت انجليزى راحت للسكال عند التيمبرال بون ودي بتبقى حاجه دينجرس جدا وممكن تبقى فيتال تمام آه تمام طب الفيروس بقى في عندنا حاجتين عندنا آه وده بسبب الانفلونزا وفي عندنا ده المهم جدا في الفيروس اللي هو الهربس زوستر هيربس زوستر ده ممكن يكون سبب الهيربس زوستر فيروس او اللي احنا بنقول عليه تشيكن بوكس فيروس وده اللي هو بيكون عايش في قلب الجانجليا بتاعه الفيشيال نيرف وكمان الايه الفيستيبل كوكولار نيرف العصب السابع والثامن فهيبدا يعمل لنا اعراض زي يحصل فيشيال بالسي نلاقي الوش كده والبق معوج وكمان هيحصل ايه الفيستيبل كوكولار نيرف هيتاثروا الفستيبولر فيعمل لنا فيرتيكو فيرتيجو يعمل لنا ايه آه، سنسوري آه، سنسوري نيورال هير لوس تمام تمام هيعمل لنا سندروم كده مهمه جدا برده تمام يبقى هنا في البكتيريا اهم حاجه المالجنت تمام وهنا في الفيروس اهم حاجه الهربس زوستر آه، آه، اوتيكس تمام والفنجل دي حاجه اسمها اوتومايكوزس الفنجل دي بسبب اثنين آه، اثنين فنجاي مهمين جدا في واحد منهم مشهور جدا على طول كان بيجي لنا في كل براكت آه، مايكرو هو قلب البيكان تمام؟ <applause> معايا فنجاي تاني اسمه النايجر، ده البيكان عارفين ان هو ابيض والنايجر من كانها يعني تسجيمه من البلد فهو بيكون اسود، فبنلاقي ان احنا الودن من جوه لما نيجي نشوفها نلاقيها كانها ارضيه بيضاء وفيها نقط سوداء، بلاك سبوتس، الارضيه البيضاء بسبب ده البيكان والبلاك سبوتس بسبب النايجر، فبيشبهها بيقول لك انها بنقول عليها الود نيوز بيبر، كانها ورق جورنان ومبلوله وكرمشناها كده فخلاص بقت حاجه ورقه بيضاء والحبر سايح كده فيها وعامله نقط كده سوداء، آه تمام؟ تمام. دي كده التقسيمه بتاعت اهم جزئيه يعني عندنا ناخد بقى اول حاجه من انواع البكتيريال وهي الديفيوز اوتيتس اكسترنال زي ما قلنا دي بكتيريال انفيكشن هتعمل لنا انفلاميشن في كل السكين بتاع الاكسترنال كانال سواء الاوترا وينسيرت كارتيليجنس او الانر تو سرت اللي هم البوني تمام فممكن تكون اسبابها ايه فينا سبب مش موجود وهو الدايبيتس ميليتس الان كنترولد دايبيتس ميليتس هو موجود في الـ في اللي هو الفرنكل فاكيد يعني وارد يكون عادي موجود في الديفيوز تمام بس هو مش موجود يعني الاسباب اللي عندنا اللي هي السكين لاسريشن ان انا اللي هعمل سكراتشنج وهعمل انجري لنفسي باي حاجه يعني كونتامينيتد انا انا بلعب في ودني او اللاتروجينيك اللي هو ان سكيلد زي ما احنا قلنا حد مش كويس او ايده تقيله هيعور يعني الودن من جوه تمام او سكين ماسيريشن اللي هو بسبب الهوت هيوميد اتموسفير فده بيعرضنا ان يحصل اكسسيف سويتنج على طول او ان احنا بنكون بنعمل سويمنج على طول فبيكون يعني بيخلق لنا بيئه آه مهيئه او جاهزه ان يحصل اصلا انفكشن بالبكتيريا فتعمل لنا ديفيوز اوتيتس اكسترن تمام او بسبب ان احنا اصلا عندنا كرونيك سابيروتيف اوتيتس ميديا في في الميد اير فبيطلع ديسشارج بتاعها على الاكسترنال اير فيعملين لنا ديفيوز انفلاميشن في في, في الاوتيتس دي تمام تمام طيب السيمتومز بقى اللي البيشنت هيجي يشتكي منها احنا هنثبت كده حاجه في السيمتومز والساين السيمتومز هيجي يشتكي من حاجتين بين ودفنس طب الساين هيجي يشتكي من ايه هيجي يشتكي من انترنال واكسترنال انفلاميشن وديسشارج وتندرنس قصدي مش هيشتكي بقى في الساينس احنا اللي هنلاحظ ده تمام يبقى السيمتومز اللي البيشنت هيجي يشتكي من حاجتين بين ودفنس الساينس انا هلاحظ انا كدكتور هلاحظ ايه انترنال واكسترنال انفلاميشن وهنفهم ازاي وهنلاحظ كمان ديسشارج من جوه وتندرنس تندرنس كمان وانا بعمل اكزيمنيشن بايدي تمام فالسيمتومز اللي هيجي يشتكي منها ايه قلنا اول حاجه

تمام ده بيكون سيفير بين تمام آه تمام بيزيد اكتر امتى لو انا حركت لو بيقول لك البيشنت بيقول لك انا بحس بوجع بس بيزيد اكتر وانا بمضغ ما ايتر امضغ ليه ليه المشكله دي قال لك ان بسبب ان الاكسترنال كانال دي دي بتكون ايميديتلي ورا على طول الجوينت اللي هو التيمبرومانديبولار جوينت اللي هو بيتحرك واحنا بنحرك الفك بتاعنا واحنا بنمضغ فكل ما نحرك الفك آه الجوينت ده هيتحرك في الاكسترنال كانال فيحس بوجع اكتر واكتر تمام فدي شكوته من البين لما يجي يشتكي قام بيقول لك بقتش سامع كويس يا دكتور عندي هيرينج مش سامع كويس ليه ان احنا انفلاميشن فالقديمه كل ما تزيد ويزيد هتسد الاكسترنال كانال فتعمل لنا ايه لنا في هيرنج تمام تمام طب الساينس بقى اللي انا هلاحظها قلت ان انا هلاحظ اربع حاجات انترنال اكسترنال انفلاميشن وتيس تشارج والتندرنس تمام اول حاجه هستخدم السبيكيولا اللي انا هفحص فيه هفحص بيه وهبص على الودن من جوه هلاقي ايه من جوه الانترنال انفلاميشن لو في شكل ايه ديفيوز <إنترنال امفلميشن> عادي ريدنس <إنترنس> ايديما وهلاقي ايه وهلاقي تندرنس كمان في السكين من جوه تمام وهلاقي من جوه التيس <إنترنس> تشارج اللي هو الاوتوريه الاطرية ده بيقول لك ممكن يكون سيروس وممكن يكون فيريولنت تمام عادي ممكن يكون كده وممكن يكون كده بس بس مستحيل ان يكون ميوكيد مستحيل يكون في نيوكاس لان مش في السكين مفيش اي ميوكس مفيش اي حاجه تفرز ميوكس تمام فنيفر ميكايت ودي نقطه تركيه جدا في الاسئله تمام في الام سي كيو نيفر هو سيريس او بريولنت عادي تمام بيكون سكنت لان احنا اصلا في مكان صغير تمام طب الاكسترنال اكزامينشن هلاحظ بيها ايه هلاحظ بيها تندرنس من بره وانا بفحص من بره ان انا لو فحصت بايدي وضغطت على ودنه هوجعه اكتر تمام هضغط بايدي على ايه ممكن ابريشر على دريكس اللي هو المثلث الصغير اللي قدام فتحه الودن ده او ان انا اشد الاوركل تمام فكده هوجعه اكتر تندرنس تمام غير البينفول اللي هو بيكون جاي اصلا حاسس بيه وبيزيد مع المدغ تمام تمام آه وهلاقي اكسترنال انفلاميشن اكسترنال ازاي يعني يعني بره الاكسترنال اير براها ازاي قدام او ورا الاوركل قالك بري او بوست اوركيولار بيقفل اللينف نود اللي قدام ورا الاوركل فتعملين فيها انفلاميشن اللي هو لنفادينايز تمام تمام طب آه بعدين آه كده اهو زي ما شايف هنا في الصوره دي انا ضغطت على التريكس بسباي هنا او ان انا هسحب الاوريكل فكده بيحصل تندرنس اكتر تمام التريتمنت بتاع الديفيوز اوتيتس اكسترنا بقى انا هديله سيستميك تريتمنت اكيد هديله انتي بايوتيك اكيد واكيد هديله انالجيز عشان البين تمام آه كل حاجه بديهيه اصلا يعني تمام يعني حتى الدكتور هو بيشرح كان بيعدي كده ان هو بيقول كل حاجه بديهيه انا احلها يعني عادي بالام سي كيو مش حفظ حفظي يعني بحت انا هكون فاهم وعارف النقط فين تمام اللوكال تريتمنت بقى ان انا لازم اعمل ريبي على طول على طول انضف الاير تشارج ده سواء هو سيرس او سواء هو بيريولان بيريولانت عشان ما يزيدش قوي وسيرس عشان ما يبقاش بيئه اصلا مهيئه ان هو يتحول لبيريولان تمام لازم اعمل سكشن على طول وكمان يكون دراي موفينج لازم احافظ على الودن ناشفه تمام عشان ما ازودش المشكله اكتر واكتر ان انا هتجنب اصلا دخول اي ميه في الودن في الاكسترنال كانال دي اثناء مثلا الهيد ووش فهتجنب المشكله دي ازاي زي في حالات ان انا اساعد على اوف ميمبرين انا هستخدم اير بلوك لو جيت اغسل ودني او هستخدم قطنه ومبلولة باوينتر تمام تمام وكمان ممكن في اللوكال تريتمنت آه ان انا استخدم زي كماده كده باكنج واحط عليها الانتي بايوتكس والاسترويدز بتاعتي تمام اللي هي دروبس آه والف بيها الودن من جوه تمام واغيرها كل يومين ثلاثه كده ولا حاجه تمام ده كده التريتمنت ندخل بقى على اللوكالايزد اوتيتس اللي هي الفرنكل هي هتلاقي نفس ال... البريتس بوسنج فاكتور تقريبا ونفس السيمتومز ونفس الساينس وكمان التريتمنت متشابه امال ايه السبب ايه المشكله قال لك ان دي بتكون عباره عن دمل صغيره خالص حبايه دمل صغيره بتكون مليانه بس فالتست اللي فيها هيكون بريولنت فوق كنا بنقول في الدفيوز ممكن يكون سيرس ممكن يكون بريولنت هنا قال لك لا هي لوكالايزد سابيوريتيف فالتست هيكون بريولنت تمام وبكون ريليتد للهير فوليكل دي اهم حاجه فمش بتكون موجوده في الانر تو ثيرد بتاع البوني لان البوني بارت ما فيهوش اي هير الاوتر وان ثيرد اللي هو الكارتيليجنس هو اللي فيه هير فيعني الهير فول كان ممكن يطلع لنا الفرنكل دي تمام والدكتور قال كمان دي هنلاقيها برده في النوز في عند فتحه المناخير في الجزء اللي بره اللي فيه الشعر تمام فممكن برده يطلع لنا فيه الفرنكل دي تمام تمام طب الاورجانيزم هو الستاف اوريس والدكتور كان سال في المحاضر محدش رد جرام بوزيتيف تمام يا جماعه عشان التريتمنت يعني في الفارما وكده تمام يبقى هي لوكال Suburative فالسيرشر هيكون بيرمننت في عند الهير فوليكل ففي الاوتر وانسرت بس اللي هو بتحصل بالستاف اوريس اللي هي جرام بوزيتيف البريتسبوسنج فاكتور نفس الفكره ان كنترول دايبيتس ميليتس او Skin laceration ان انا هعمل سيلف انفليكتد او انجري Scratching او بسبب اللي هو ايه لاتروجينيك ان سكيلد إيروش تمام تمام السيمتومز والساينز نفسهم بالظبط آه قال لك السيمتومز الجنرال مش هلاقيها لانها اصلا في فيري سمول يعني حتى مش كل الاكسترنال كانال دي حاجه دم ملاية صغيره بس في مكان صغير فيها طيب ماشي السيمتومز بقى اللي هي اللوكال برضه هيجي يشتكي من ايه السيمتومز من شكوتين بين ودفنس بين بيكون سيفير وقال لك هيزيد قوي يا دكتور وانا بمضغ ليه لان الاكسترنال كانال ورا التمبرو تمام طب دفنس لو ايه هناك في ديفيوز كان بنقول لو القديمة زادت قوي فسدت الاكسترنال كانال هنا بقى الهيرنج لوس في لوكال بيقول لك لو الفرنكل كبيره قوي فهتسد الاكسترنال كنال فبرضه تعمل لنا كونتاكت في هيرنج تمام تمام طب بالنسبه لي الحاجات الساينس اللي انا بقى هلاحظها نفس الاربعه الاحظ انترنال اوكسيشن الانفلاميشن ديسيت تشارج وتندرنس بالاسبيكلوم هبص على جوه هلاقي الانترنال انفلاميشن اللي هو الايه الفرنكل e تمام بتكون الكلايس في الاوتر وان سيرتش ريد وتندر ومليانه بس فالاوتوريه ديسيت تشارج اللي هيطلع بيكون برده كميه صغيره ستنسي بس اهم حاجه ان هو بريولاند. مش هيطلع سيرس تمام ونيفر نيفر نيفر مي بايت ما فيهوش اي تمام ان احنا في السكن تمام تمام الاكسترنال اكزامينشن لما انا اجي افحص من بره هضغط برده بايدي اما على التريجس او هشد الاوركل فيحس بتندرنس مع الفحص بتاعي ده تمام وهلاقي برده الانفلاميشن انفلاميشن بره الاكسترنال كانيل قدام او ورا الاوركل عند الليمف نود اللي فيها تعمل لنا تمام نفس الحوار كله طب الانفستيجيشن هتاكد من البلاد شوجر اللي احنا قلنا البريتس بوسنج فاكتور ان احنا يكون عندنا اندر بيتس مليتس. ان كنترولد دايبيتس ميليتس فلازم اقيس البلاد شوجر واشوف هو وضعه ايه وخصوصا لو المشكله دي موجوده بايلاتر في الناحيتين واكتر واكتر لو هي ريكورنت كل ما اعالجها هترجع تاني تمام فلازم اشوف بقى ايه البلاد شوجر لان في الحاله دي الان كنترولد دايبيتس ميليتس الملاعب بتكون واقعه فالمشكله بترجع تاني تمام طب الديفرنشال دايكنوسس قالك ان انا ممكن اتلخبط ما بينها وما بين ايه ما بين الاكيوت ماستويداتيس دي بيكون اكيوت انفلاميشن في الماستويد بون آه ده بيكون بيحصل آه بعد مثلا ال الاكيوت اوتيتس ميديا تمام يبقى انا ممكن اتلخبط ما بين الفرنك او اللوكلايزد اللوكلايزد آه اوتيتس اكسترنا اتلخبط ما بينه وما بين ايه ما بين الاكيوت آه ماستويدايس تمام الاكيوت ماستويدايس دي انفلاميشن في الماستيبول بتحصل كنتيجه بعد الايه بعد اللي هو الاكيوت اوتيتس ميديا تمام تمام آه طيب التريتمنت بقى برده هيكون سيستماتيك ولوكال سيستماتيك برده انتي بايتك وانالجيسك طب اللوكال برده لازم اعمل بيتي ريموفال على طول للديسشارج ده السكشن ودراي موفينج برده نفس الكلام تمام وهستخدم باكينج برده أحط عليها الانتي بايتك والسترويدز وهغيرها كل يومين ثلاثه تمام طب ممكن بقى استخدم ايه غير الموضوع ده ممكن استخدم آه آه على الباكينج بدل الانتي بايتك والسترويدز استخدم حاجه هنا اسمها جليسرين انتي تول 10% هي الدكتور ما الدكتور ما قالهاش بس انا بحاول يعني اشرح المحاضره كلها لان مش كل الناس هتفوت النقطه دي يعني انا من الناس اللي بضايق لو فوتوا نقطه وببقاش عارفه هي ايه دي انا ضامنه منين يعني انها مش هتيجي تمام فاللي هنا الباكينج ممكن احط عليها انتبيوتك وسترويد زي الدفيوز او هنا في اللوكلايز ممكن استخدم حاجه ثانيه جليسرين انتي تمام طب ايه مميزاتها قال لك الجليسرين دي هيدروسكوبك هيدروسكوبك هتفتح مسامات الجلد وتشفط الميه دي فتقلل لنا الاديمة. اللي هي موجوده في الدم او الفرانكل دي تمام تمام والانتي تول ده ده الكونتر اريتنت يعني هيخلي يحصل اريتيشن تمام فكانه هيشغل الريسبتورز بالاريتيشن ده ويخلينا ننسى البين فيقلل البين فاهمين الفكره فالاثنين بيفيدونا في ان احنا نقلل الاديمه اللي هي نقلل حجم الفرنكل وكمان نعالج مشكله البين بالكونتر اريتنت بتاع الانتيتول تمام تمام ده هو نفس كل حاجة آه، نفس تقريبا ال بوسنج ال 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 فاكتور ونفس السيمتومز والساينز ونفس, ونفس كمان الانفستكشن والتريتمنت وكل حاجة بس الفكرة كلها في التريتمنت اللي هي حتة الجليسرين ان عن الديفيوز وكمان حتة ان هو بيكون لوكاليز سابيورتيف فا ديس اتشارجيكومبرمنت بس مش <hesitation> سيروس غير ان الأورجانيزم بتاعنا هو الستاف أوريس، تمام تمام بعدين هندخل على تالت حاجه واهم حاجه في البكتيريال Infection اه او انفلاميشن هي Malignant اوتيتس اكسترنا او الاسم الثاني بتاعها هنا نيكروتايزنج اه اوتيتس اكسترنا والاسم الثالث لها اللي هو السكال بيس Osteomyelitis ليه كده ليه يعني اسمها مالجنت او سكالبس الاسم اصلا يعني ايه واضح من عنوانه هو مش مش بلاستيك فهو مش مالجنت امال واخد كرايتيريا ايه يعني منه ان هو انفيزيف يعني هيخرج من الاكسترنال كانال هيخرج منها ويروح للبيس اوف سكال عند التيمبرال بون وهناك هيعملنا لنا في التيمبرال بون تمام بدل ما كان عامل لنا يعني انفلاميشن في السيلز سيلولايتس السيلز بتاعه الاكسترنال كانال بس لا ده خرج منها بقى انفيزف وراح للسكال بيز ودي حاجه خطيره جدا فهو فيتل وعامل لنا هناك ايه عامل لنا هناك اوستيومايلايتس انفلاميشن في خلايا البون بتاعه التيمبرال بون تمام تمام لكن الحاله دي على الرغم انها خطيره جدا بس هي رير بس لو لو حصلت يعني لو حصلت هيكون مستقما في حالات الايه حالات المناعه واقع قوي ممكن يكون امراض مناعيه زي الايدز او ان هو بيستخدم مثلا ادويه تظبط المناعه لو هو زرع اي اورجان جديد عشان الجسم ما يرفضوش. بس كومن اكتر في حالات نقص المناعه مع الالدرلي ان كنترول دايبيتس يعني ناس كبيره وكمان عندهم ان كنترول دايبيتس ميليتس فالمقاومه بتكون قليله والمناعه قليله فالحاله دي رير مع انها خطيره ولو حصلت مستقما بتكون في حاله الان كنترول تمام تمام الاورجانيزم هو هنا السودومونس يبقى احنا اخذنا اثنين اورجانيزم كده في الفرانكل كان تا في اوريوس ليجرام بوزيتيف هنا في المليجن نقطه السيبسترنا هو السودومونس تمام تمام السيمتومز بقى هو هيجي برده يعني هيبدا عادي كاوتيتس اكسترنا لانها بعدين بتبقى انفيسيف بس الفكره ان بيكون بسيفير سيفير سيفير بين عن الاوتيتس اكسترنا العاديه وكمان بيبقى برولونجت ممتد معانا يعني احنا عمالين نديله العلاج العادي بتاع الاوتيتس اكسترنا بس هو نوت ريسبوند للاديكويت تريتمنت مش بيستجيب له اصلا والبين مستمر معانا سيفير وبرولونجت فقال لك لو البين فضل مكمل معانا لاكثر من اسبوعين فتبدا تشك في حاله الملكة اوتيتس اكسترنا انها مش بتستجيب للتريتمنت والبين لسه سيفير وبرولونجد لسه مكمل معانا المده دي كلها تمام تمام آه الساينس بقى آه الساينس اللي انا انا هلاحظها كدكتور هلاحظ ايه بالسبيكر ميكسينيشن هبص على التيشو من جوه بتاع الفلور بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال الاحظ فيها حاجه مميزه جدا جدا وكاركترستيك هي الجرانيوليشن تيشو الجرانيوليشن تيشو دي هلاقي الارضيه بتاع الاكسترنال كانال كانها حمراء ومحببه كده زي الفراوله عندنا جرانيوليشن تيشو تمام عند الايه عند الجنكشن ما بين الاوتر وان سيرت اللي هو الكارتيلجنس والانر تو اللي هو البوني مش معنى يعني عند دي قال يعني لك لان هنا عند الجنكشن بيكون عندنا نوعين مختلفين من التيشو فالجزء ده بيكون اكتف قوي فبيحصل فيه يعني ايه هاي انفلاماتوري اكشن اكتر فيعمل لنا الجرانيوليشن ده بيكون واضح قوي فيه تمام فاحنا لما نبص لما هنلاقي جرانيوليشن فدي حاجه كاركترستيك جدا أو اوتيتس إكسترنا وهنستخدمها في الانفستيجيشن ان احنا ناخد بايوبسي من الجرانيوليشن دي ونبدا نفحصه نتاكد ان الخلايا بتاعته انفلاماتوري سيلز مش مالجنانسي عشان نكسكلود ان هو يكون مالجنانت تمام تمام وهبص كمان في السبيكيلا من جوه هشوف التستشارج اللي هو القطوريه هلاقيه برده كميه قليله وهلاقيه بريولانت برده عادي فيه بس وحاجه اسمها اللي هي يعني ايه يعني يعني ايه يعني في البدايه بيكون خارج شويه دم كده بسيطه الشويه اللي خارجين دول هو اللي بنقول عليها الاسم الغريب ده اللي مش عارفه انطقه تمام الدكتور برده ما قالهوش تمام الاكسترنال اكزامينيشن بقى هبص من بره قلت ان انا هلاحظ حاجتين من بره اكسترنال انفلاميشن وبرده ايه هلاحظ تندرنس نفس الفكره تندرنس هضغط على التريجس او هشد الاوربل فيحصل تندرنس هلاقي اكسترنال انفلاميشن في الليمف نود اللي هيحصل فيها قدام تمام يبقى الفكره كلها هنا اهم حاجه تركيه في الساينس هي الجرانيوليشن حكايه كاركترستيك جدا بالسبيكلوم هلاقيها في الفلور بتاع الاكسترنال كانال عند الجنكشن تمام تمام طيب بعدين انا هعمل انفستيكيشن بقى زي ما قلت ان انا هاخد بايوبسي من الجرانيوليشن دي وهتاكد انها انفلاماتوري سيلز عشان اكسكلود حاله الملجنسي تمام او هاخد آه شويه ديس تشارج تمام وهعملة له كالتشر تمام ومعاها ممكن اقيس كمان البلاد شوجر عشان اتاكد اشوف في ان كنترول دايبيتس ولا لا مع اصلا الحاجتين دول اللي هو انا ممكن اخد عينه او حتى من غير العينه ان انا اشوف اخد آه يعني ديس تشارج وهلاقي طالع في الكالتشر سودومونس وهشوف مثلا اقيس البلات شوجر هلاقي عندي ان كنترول دايبيتس ميتس مع سودومونس أكيد دي حاله ايه على طول مالجنانت اوتايتس اكسترنال تمام بس لو عايزه اتاكد يعني تمام ان دي مثلا مش هتوصل لمالجنانسي فاخد بايوبسي اكسكلود المالجنانسي والحاجات دي اخد سي تي سكان ابص على تيمبرال بون الجزء اللي هو بيكون افكتد من السكالبيز اشوف الاوستيومايلايتس اللي هيحصل فيها الحاجه بقى كاركترستيك هنا في الانفستيجيشن بقى هي الريديو آيزو... ايزوتوب ستاديز برده الدكتور ما قالهاش مش عارفه ليه بس هو بصراحه يعني فوت حاجات كده بس يعني انا بحاول زي ما قلت لكم اقول الموضوع كله وخلاص تمام عشان اكون عملت يعني اللي عليا يعني واللي هيسمع يكون ملم الموضوع كله تمام او الاسم الثاني اللي هو المشهور اللي هو الجاليا آه تكنيشيوم. تمام ايه الجاليا تكنيشيوم دي دي زي ما قلت جزئين التكنيشيوم دي بيكون ابزوربت اكتر بالايه بالاوستيوبلاست اللي هي الانفلاماتوري سيلز بتاعه البون. طب الجاليا دي بتكون آه ابزوربت اكتر بالانفلاماتوري سيلز بتاعه السوفت تيشو تمام تمام فهعمل ها ها التيست بالمادتين دول واشوف درجه الابزوربشن عشان اقيس السيفيرتي والبروجنوسس تمام فالتيست ده كاركترستيك جدا للحاله دي تمام يبقى أنا قلت السيمتومز نفس الفكرة عادي إنه يجي يشتكي من من البين وال... وكمان الدفنس تمام آه, كمان وخصوصا اكتر هنا بقى مش الدفنس خصوصا اكتر السيفير بين اللي هو برولونج ومش بيستجيب للادكوت تريتمنت عادي تمام دي كده اهم حاجه كاركترستيك فيه السيمتومز سيفير برولونج بين مش يستجيب للعلاج طب الساينس اللي انا لاحظها اهم حاجه كاركترستيك ايه في هلاحظ جرانيوليشن تشو في الفلور تمام طب الانفستيكيشن ممكن اخد كذا حاجه اخد بايوبسي من جرانيوليشن تشو اكسكلود انها مالجنانسي هلاقي انفلاماتوري سيلز عادي اخد حاجه من التيست شارج واعمل كالتشر واشوف السنسيتيفيتي هلاقي انها فيها سودومونس اقيس بريشر هلاقي انها ان كنترول تايبيتس ميليتس هعمل سيتي سكان على التيمبرال البون هلاقي الاوستيومايلايتس او اعمل اللي هو الكاركترستيك بقى او السبيسيفيك تيست بتاعنا اللي هو الراديو ايزوتوب ستاديز اللي هو الجاليوم اند تكنيشيوم التكنيشيوم زي ما قلت ده بيكون ابزوربت اكتر بالاوستيوبلاستيا انفلاماتوري سيلز بتاعه البون والجاليوم دي بيكون ابزوربت اكتر بالانفلاماتوري سيلز بتاعه ايه بتاعه السوفت تيشو فشوف درجه الابزوربشن دي وايس السيفيرتي والبروجنوزس تمام تمام طب الكومبليكيشن بقى ان هو يحصل سبريد للانفيكشن هو كان في البدايه اصلا بادئ كايه بادئ كانفلاميشن بس في اوتيتس اكسترنال تمام تمام وبعدين بقى يعمل إنفيشن ويروح على السكال بيز ال... ال... فدي الكومبليكيشن تخضر تكلها نحصل سبريت للانفكشن ويروح للسكال بيز ال... عند التيمبرال بون ويعمل لنا اوستيومايلايتس ده مش هيسكت على كده بس ده هيروح يعمل بريشر على الجاكولار فورامين اللي هي في اخر السكال بيز ودي كان بيخرج منها اربعه كرينيال نيرف اللي هو الايه اللي هو السابع والتاسع وكمان الثامن وايه قصدي وال... انا هم بقول ايه السابع والتاسع والعاشر وال11 تمام اه يعني دي خمسه قدام اتنين سابع وتسع و12 قصدي 11 تمام الاربع كرينيال نيرف دول بيخرجوا من الجاجلر فورامينا هيتاثروا لان المشكله بس مش هتعمل اوستيومايلايتس ده كمان هيكمبريس الجاجلر فورامينا تمام فيأثر على الاربع كرينيال دول نيرف, الاربع نيرف دول ويعمل لنا كرينيال نيرف بالسي من من الاربع نيرفات دول على حسب بقى كل واحد هيروح يسبلاي منطقه ايه تمام اه التريتمنت بقى ودي طبعا اهم حاجه وقلت كومبليكيشن اوستيومايلايتس وكمان انه هو هيكمبريس الجاجلر ويعمل لنا كرينيال نيرف بالسي في الاربع نيرفات اللي هيخرجوا منها التريتمنت بقى عندنا اه سيستميك إيه ان احنا هن... هن... لازم نكون ترول ده اكيد تمام لان ده السبب الاساسي في ان المشكله دي تحصل تمام وطبعا احنا قلنا ان هو مش مش ايه مش بيستجيب للاديكو تريتمنت فاحنا نديله ماسيف انتبيوتيك يعني بجرات اعلى تمام آه هنستخدم حاجه سيستميك زي الكينيونز او الثيرد جنريشن من السيفالوسبورين تمام والعلاج هيفضل مستمر معانا لكذا ويك كذا اسبوع لحد ما يحصل كومبليت كيور لان الحاله خطيره والسيفير بين بيفضل برولونجت معانا تمام ونديله كمان انالجيزك لان دي اهم شكوى بيجي يشتكي منها اللي هو البي طب اللوكال تريتمنت ان انا لازم هنضف الويني من الدسشارج على طول بالسكشن او تمام او ان انا استخدم اير دروبس تمام طيب السيرجيكال تريتمنت ممكن الجا لها في ايه ان انا افتح واشيل لو حصل اي نكروزس. اعمل ديبريدمنت عشان نكريتيك تيشو دي عشان يعني الموضوع ما يسوقش اكتر تمام واشيل الجرانيوليشن دي كمان لان يعني الحاجات دي هتسوق هتعمل اريتيشن اكتر واكتر فان انا مش بس هعمل ايه مش هعمل لوكال تريتمنت ان انا اعمل ست بس لا ده في مشاكل كمان جوه مش هتخرج بالست فممكن اضطر ان انا افتح سيرجيكال واشيل الديبريدمنت دي والجرانيوليشن ده تمام تمام ده كده التريتمنت بتاع اهم موضوع في البكتيريا اللي هو الايه اللي هو الملكنا انا مش عيد عشان الوقت يعني سرح مني قوي بس هحل عليها يعني اسئله وكده ونراجع الموضوع تاني مع بعض بعدين ندخل بقى على الفيروس عندنا حاجتين اللي هو البولس مايرنجيتس والهربس زوستس اوتيكس اهمهم طبعا الهربس هناخد البولس كده على طول مايرنجيتس فدي حاجه ريليتد للتمبانك ميمبرين فبيقول لك دي فيرال انفكشن بالانفلونزا مش بس هتكون موجوده في الاكسترنال كانال دي في اخر الاكسترنال كانال وواخده كمان الاوتر بارت او الاوتر لاير من التمبانك ميمبرين يعني هي دي في اخر الاكسترنال كانال واخده ايه السطح اللي من بره من التمبانك ميمبرين عشان كده قلنا عليها مايرنجيتس تمام الثلاثه سيمتومز بتوعها دول هم هم نفس الثلاثه سيمتومز اللي هيكونوا موجودين في الهربس تمام فنحفظهم جدا اللي هو هيكون عندنا سبير بين وهيكون عندنا سيرو سانجنيس اوتوريا اللي هو ديست تشارج ده اللي هيكون سيروس ومعاه شويه بلاد هيخرج في البدايه تمام ولو حصل رابتشر للبولي ديت البين خلاص هيختفي هنا الزستر بتكون فسفوسه صغيره خالص بس خبيثه الزستر اللي احنا ناخده كمان شويه بتكون فسفوسه صغيره بس خبيثه جدا لما بتربشر وتطلع الديسشارج بتاعها بيستل البين موجود عندنا بيفضل برزست انما هنا في البولس مايرنجيدس بتكون بولي كبيره شويه بقليله كبيره شويه بس بتكون غلبانه تمام اللي هو اول ما تربشر وتطلع الديسشارج البين بيختفي على طول تمام آه تمام طيب طيب من برين بيفضل انتكت هي اه موجوده على الاوتر لير بتاعته بس بيفضل انتكت ومش هنسد الـ الـ الكنال بتاع الاكسترنال كنال فمش هيكون عندنا فيفر ومش هيكون عندنا هيرنجلوس دول كده ثلاثه سيمبتوم سيكون موجودين تاني في زوستر سيفير بين والاوتوريا ودي هتطلع بعد ما يحصل رابتشر بس الفرق هنا هي ديس ابير البين هناك هيكون فضل عندنا بريزست بين تمام ونو فيفر وكمان ايه اه نو هيرنج لوس تمام السايز بقى اللي انا هلاحظها طبعا هعمل اكزامينشن بالسبيكولم هشوف البولي من جوه هشوفها في اخر الاكسترنال كانال وعلى الاوتر لاير من التمبانيك ميمبرين وكمان بعد فيو ديز لما تربتشر هيطلع منها ديس تشارت بتاع الاكسوديت والبين هيختفي خلاص تمام والتمبانك ميمبرين هيفضل انتكت زي ما قلنا فمش هيحصل هيرنج لوس المشكله كلها في ايه في السير بين تمام فهيديله اناليجيسك تمام تمام اهم حاجه بقى عندنا هنا الهيربس سيستر أوتيكس. آه دي بتحصل بسبب برضه فيرال انفيكشن بسبب الهيربس فيروس او التشيكن بوكس آه دي مش هتكون موجوده على التمبانك ميمبرين خالص هي هتكون موجوده في الاكسترنال كانال بس وكمان على الاوركل هتعمل لنا فيزيكال فسافيس صغنطوطه خالص كده زي ما انتم شايفين في الصوره مش بقليله كبيره بس هي خبيثه زي ما قلنا لما هتربشر وتعمل درينج هيستل البي موجوده عندنا تمام تمام موجوده على الاوركل هي من بره وهتكون موجوده في قلب الاكسترنال كانال تمام نفس السيمتومز سيفير بي وكمان بين وكمان الاوتوريا البولي هيفضل بريزست بين عندنا ومفيش فيبر ما فيش رينج نفس الايه نفس السيمتومز اللي البيشنت هيجي يشتكي منها الساينز بقى اللي انا الاحظها اللي لما اجي افحص سواء هي على الاوركل من بره فافحص اكسترنال اكزامينيشن وكمان في الاكسترنال كانال افحص بالسبيكولم تمام هنا وهنا هلاقي الفيزيكال اللي هي الصغيره خالص موجودين هنا موجودين هنا الريتش بالي ولما يحصل لهم ريتشر كمان شويه ويطلعوا الاكسيديت هيفضل عندنا بريزست بين وده الفرق إنه هيفضل عندنا ايه بريزست تمام الأهم حاجه بقى في الهربس سيستر وده يعني بنقول عليه مهم ليه ان هو هيعمل لنا سندروم اسمها ايه اسمها رمسيه هانت سندروم ايه السندروم دي يعني عباره عن كذا كذا عرض حصل مع بعض تمام السيمتومز دي بتحصل بسبب ايه قال لك طفل صغير جاله آه انفكشن بالتشيكن بوكس فيروس تمام وخلاص خف منه وهو صغير كبر 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 طلع عنده اي مثلا نقص في المناعه بسبب اي مرض اخد اي ادويه او عنده ان كنترول دايبيتس ليتس المهم المناعه بتاعته وقعت فالفيروس ده رجع اتاكتف تاني وظهر تاني وعمل اعراض الله هو ما كانش خرج من جسمنا او تخلصنا منه بالعلاج لا ده خبيث جدا وفضل مستخبي في الجنجليا بتاع النرفين. النرف السابع والنرف الثامن تمام النرف السابع فيعمل لنا فيش النرف بلسي والنرف الثامن اللي هو فيستيبيول كوكيولر فهيأثر على الفيستيبيولر يعمل لنا فيرتيجو فيأثر على السمع فيعمل لنا تمام فبيقول لك ان احنا هيحصل عندنا ايه هيحصل بيحصل عندنا العرضين دول اهم عرضين لو احنا كان عندنا الشيكن بوكس من صغيرين ولما كبرنا حصل عندنا نقص في المناعه فحصل اكتيفيشن للفيروس اللي كان مستخبي في الجانجل بتاع النرف السابع والثامن ده ثانى فمن السابع عملنا فشل نيرف بالسي فلاقي الوش معوج كده والبق معوج ومن الثامن كوكولار عمل عملنا فيرتيجو وكمان سينسور نيورال لوس تمام العرضين دول مع اعراض الهربس سيستر اوتيكاس اللي هم الايه ايه هي اعراض الهربس سيستر اوتيكاس اللي هي البين اللي هي الاوتالجيا سيفير بين وكمان الايه وكمان الفيزيكال الموجوده على الاوركل وكمان موجوده في الاكسترنال الثلاثه دول كده مع بعض اللي هي اعراض الهربس زوستر اللي مع الفيزيكال على الاوركل والاكسترنال كانال مع الفيشل نيرف بلسي بسبب ان احنا اثرنا على الفيشل نيرف والسنسور نيورال هيرينج لوس بسبب احنا اثرنا على الفيستيبيكوكولار نيرف اللي هو الثامن فتبينوا عليها رمسي هانت سنتروم دي حاجه يعني ايه مهمه جدا جدا ولو جه سؤال اصلا على جزء الفيروس اكيد هيجي على الهربس اكيد هيجي على السندروم دي تمام الدكتور برده اكد عليها قوي تمام آه تمام التريتمنت بقى مش بس هنسكت على الانالجيسك زي في في لا ده احنا كمان هديله انتي فيروس ليه لان بسبب خطوره السندروم دي تمام انتي فيروس اللي هي الاسايكلوفير ده ممكن يكون اورال سيستمك او ممكن يكون لوكال تمام اللي هو ايردروبس تمام <applause> له كمان كورتيكوسترويد لو الحاله سيفير وبدات انها تافكت العصب السابع والثامن تمام فنديله كورتيكوسترويد عشان يقلل ايه المناعه شويه تمام تمام يبقى الفيروس العلاج هنا سايكلوفير وكورتيكوستيرويد مع الانالجيسك اخر حاجه بقى معانا الحمد لله يعني هي الفنجاي الفنجاي اللي هي هتعمل لنا اوتوميكوزس الفنجاي مشكلته كلها انها تكون ريليتد للووتر طول ما في ميه في ودننا سواء ان احنا بنستخدم برولونج تريتمنت اللي هي الاير دروبس او ان احنا عندنا اكسسيف سويتنج او ان عندنا مثلا بنعمل سويمنج كتير او اير ووش كتير المهم في ميه كتير في ودننا تمام فده بيكون بيئه نسبه جدا لنمو الفنجاي تمام طب اهم اثنين فنجاي هيعملوا لنا هنا الاوتو هما حاجتين الكانديدا قلبي كان حبيبنا من زمان ده تمام ده بيكون وايت تمام مع الاسبركيلاس نايجر من اسمه نايجر فيكون بلاك تمام فيعمل لنا شكل ايه هو بيكون موجود في الاكسترنال كانيل فيعمل لنا شكل ارضيه بيضه وفيها نقط سوداء زي الصوره دي كده شايفين الصوره دي هي إيه؟ بالظبط كده والدبابيس دي كده الهايفي الهايفي بتاع الفنجاي بيكون طالع منه كده دبابيس كده او زي ايه حاجات كده يعني مش هرشره كده دي اللي بتمسك في السكين قوي ودي اللي هتعمل لنا عرض يعني وشكوى مهمه جدا الكاركترستيك البيشنت هيجي يشتكي منها تمام فهو بيقول لك بقى ان الاثنين دول كده مع بعض كنزي ده مع النايجر اللي هو الوايت والبلاك هيمسكوا في السكان بالهايفي بتاعتهم ويعملوا لنا كان عندنا ارضيه بيضاء من الكان وفيها بلاك سبوتس من النايجر تمام وقلنا ان البريت سبوسنج فاكتور هو ايه ان احنا عندنا برولونج تيوز للاير دروبس او اي حاجه تكون مزوده الميه في منطقه الكستران الكلام زي الامثله اللي انا قلت عليها سويمنج هيد وش كتير اير وش كتير الكلام ده كله تمام تمام طيب السيمتومز بقى اهم سيمتومز كاركترستيك والمين سيمتومز اللي هيجي البيشنت يشتكي منها هيقول لك يا دكتور انا مش ببطل هرش في ودني بهرش في ودني كتير اتشنج اتشنج بسبب ايه بسبب الهاي في بتاعه الفنجاي اللي ماسكه في قلب السكن وعماله تاكل فيه فبتخلينا نهرش كتير تمام وكمان ممكن يحصل هيرنج ان الفنجاس ده هيعمل ماس تكبر قوي فتقفل لنا الاكسترنال كانال فتعمل لنا كونتاكتيف تمام تمام بس اهم اهم سمتم هيجي البيشنت يشتكي منه هي الايتشنج بسبب ايه بسبب الهايفي اللي ماسكه فيه الاسكان تمام طب الساينس بقى اللي انا هلاحظها بالاكزامينيشن هبص من جوه على اليوم بتاع الاكسترنال كان هلاقي ايه هلاقي المنظر اللي انا لسه قايله شويه ارضيه بيضة بالكانديد قلب كان وبلاك سبوتس بي نايجر. تمام حتى بنقول عليها ويت نيوز بيبر دي اسم مميز له جدا ويجي في الام كيو تمام ويت نيوز بيبر كانها ورق جورنون كده مبلوله وانا مكرمشيها فخلاص الورقه بقت كلها سايحه بيضة والحبر الاسود بقى زي نقط سودا كده تمام تمام طيب التريتمنت بقى لازم اشيل الماس ديت اعمل لها ريموفر ريموفر للماس طبعا بالسكشن او الاير ووش والاير وش لازم بعدين ابدا اشفط الميه دي تاني اصلا المشكله كلها بتاعت الفنجاي ان في ميه فانا مش عامل اير ووش واسيب الميه اكيد يعني آه تمام تمام آه يبقى هشيل الماس دي الاول بعدين انا مش هشيل الماس بس كده واسكت ما ممكن يكون لسه عندي فنجاي موجود طب حتى لو الفنجاي مش موجود ممكن يكون عندي لسه الهاي في بتاعته ماسكه في السكين دي مش هتطلع كده بسهوله تمام فمش هشيل الماس كده واسكت لا ده انا هبدا ادي له علاج يكمل تنظيف اكتر واكتر هدي له آه دروبس او كريمز تمام زي النستاتين اللي احنا

طب لو ما جابوش نتيجه الانتي فانجل دول هستخدم حاجه قويه جدا اللي هو 2% من السلسلة اسيد ودي مهمه جدا ده كريتوليتك كريتوليتك يعني هيدوب طبقه الكراتين والسكن فيطلع علينا لنا الهاي في اللي ماسكه في السكن دي واللي بتعمل لنا اللي هو المين سيمتوم اللي البيشنت هيجي يشتكي منه وكمان معايا الكحول بنسبه كبيره جدا حوالي تقريبا 70% يعني مش مهم مش علينا دي فانجي زي ما احنا شايفين دي هتقتل الفنجاي يبقى انا دلوقتي هش هريموف الماس واستخدم انتي فانجل زي الكوليتريمازون والستاتين العلاج ما جابش نتيجه هستخدم حاجه فانجي اقوى اللي هي الكحول تبوته اكتر معايا حاجه كراتوليتك 2% سلسلك اسيد تخلصنا من مشكله الهايفي اللي بتعمل لنا ايتشنج دي تمام آه كده احنا خلاص خلصنا المحاضره هنحل بقى اسئله على الجزء اللي احنا شرحناه بسم الله هنا بقى بيقول الريكاردنج المالجنت اوتايتس اكسترنا اول اوف ذا بولون كوركت اكسبت المالجنت اوتايتس اكسترنا بتحصل اكيد في الاميون اه كومبرمايزد بتاثر على الكرين نيرف باراليسس لانها بتكمبرس الجاكلر فرامينا تمام بتكون مع الاوتايتس ميديا غلط بتاثر على السكالبوز اه تمرال يبقى هي تبقى سي تمام تمام مانجمنت اوف malignant او تاكسيك include انكلود ايه او كنترول طبعا لان ده اصلا اشهر سبب radiotherapy اه اه لا يعني هو مش عندنا نشوف antibiotic اه انشي ان لارج دوسيس اكيد مسب لان مش بيستجيب للادكويت تمام فتبقى ايه فتبقى ايه وسي تمام ايه وسي تمام <applause> نعم... ذا موست دايجنوستيك انفستيجيشن فورم مالجنت اوتيتس اكسترنا از الموست دايجنوستيك انا قلت في المالجنت اوتيتس الموست دايجنوستيك انفستيجيشن هي الجاليا تكنيشيا تمام اللي هي الريديو آيزوتوب, آه... ايزوتوب سكان او ستاتس الريديو ايزوتوب سكان او ستاتس دي صبغه اللي هم الصبغتين الجاليا والتكنيشيا تمام بتكون عباره عن كونتراست بدخلها للجسم والايه وبيبدا بقى ان هو يتشرب قلت ان التكنيشن دي بيكون ابسوربت اكتر بالاستي بلاست في البون والجاليوم بيكون ابسوربت اكتر بالانفلاماتوري سيلز في السوفت تيشو تمام وابدا اقيس بقى السيفيرتي والبروجنوسس تمام فدي اكتر حاجه سبيسيفيك وموست دايجنوستيك انفستيجيشن في المالجنت اوتيتس اكسترنا اللي هي اللي هي احنا قلنا عليها الريديو ايزوتوب ستاتس او جاليوم انت تكنيشيم تمام هنا بيقول عليها البون سكان ويز كونتراست هما الاثنين المادتين دول هما كونتراست وبنعمل بون سكان بقى عشان نشوف مدى الابزوربشن بتاعهم ونقيس بقى السيفيرتي والبروجنوسيس تمام تمام تندرنس اوفر ذا تريكس از بريزنت ان ذا فولونج تيز اكسبت موجود في الفرانكل وفي الدفيوز الدفيوز لوكلايز وكمان عشان نشوف التندرنس يعني وفي الملاجنت وتايس اكسترنا برده بس مش موجود في الاوتومايكوزس الاوتومايكوزس عشان نشوف الساينس اللي انا بطلع بيها هو يتبقى ببص دوبك بالسبيك ببص بالسبيكيولم واشوف على طول الايه اللي, اللي هي اللي الويت نيوز بيبر اللي هو الارضيه البيضاء والبلاك سبوتس تمام دي اللي هي الساين اللي انا بلاحظها واشخص بيها على طول تمام هنا بيقول ايه رمسي هانت سنتروم اسوزد باي ايه اللي هو الهيربس زوستر فيروس او التشيكن بوكس فيروس فتبقى بي تمام بس خدوا بالكم آه ان ايه بيقول هيربس سيمبلكس وهيربس زوستر تمام عشان ناخد بالنا بس طب البولس مايرينجيتس افكت ايه بتافكت ايه وانا بكون واخده إيه الدي بارت من الاكسترنال كانال مع السوبرفيشال او الاوتر لاير من الدرام فتاخد سوبرفيشال لاير من الدرام تمام الفيشر باراسيس ان رمسي هانت سيندروم اس تي 2 افكشن اوف ايه احنا بيافكت ايه بيافكت اثنين نرفين 7 و8 7 بيكون قاعد اصلا في قلب الجانجليا بتاع النيرف 7 ليها جينكلي جانجليا طب 8 فيستيبي كوكولار طبعا كل نيرف منهم له جانجليا فيستيبيو له فيستيبيولار جانجليا طب الكوكولار لو فاكرين من الفيسيو كان بيخرج من ايه من السبايرال جانجليون تمام فهو بيكون قاعد في ثلاثه جانجليون دول هو بيقول لك الفيشيال هنا فهيكون قاعد في الايه في جينكليت جانجليا تمام تمام طب قول اول اوف ذا فولوينج ار كوريكت اباوت تريتمنت اوف اوتوميكوز اكسبت ايه انا هشيل الماس هعملها ريموبل وهديله انشي فانجل تمام فهنا هشيل الماس ريموفال سواء بالسكشن او بالفورسبس ما علينا واديله انتي فانجل تمام تمام البيترس تقلنا عليها لا ما قلناش عليها فدي اللي مش معايا تمام الاوتوميكوزس ذا ماست كومن سيمتوم هو ايه لما قلت الهايفي بتفضل موجوده في, في السكن فبتريتيت سكن وعلى طول البيشنت يجي يشتكي من ايه انا ما بفضلش هرش فوني يا دكر. يبقى المين سيمتوم هي الايتشنج تمام تمام وكنا بنعالجها لما كنا بناخد سلسله اسيد ده كريتوليتيك اللي هو 2% مع الالكوهوليك تمام تمام عشان يشيل الهايفي من السكان السؤال ده ما يعني ما لكوش طبيعي ماشي الفرانكل اكيرز اونلي ان ذا اوتر ثيرد اوف اكسترنال اوتر كانال بيكوز ايه قلت الفرانكل عايزه هير فوليكل هتبقى موجوده في الاوتر وان ثيرد اللي في الاير او لما نيجي ناخد النوز هتلاقيها موجوده في عند الهير فوليكل الموجوده في اول النوز تمام فايه السبب انها موجوده في المنطقه دي بس بسبب وجود الهير فوليكل مش هقول بقى واكس ولا سبيشيس جلاند ولا اي حاجه هو الهير فوليكل تمام تمام كده خلصنا المحاضره نبص تاني بس كده على التاكيدات قلنا ان البين لوكال ريفيرد والدكتور قال ريفيرد ده 50% من البيشنت هجيلي واشهرهم هو الايه الفيشر نيرف اللي هو مع الهيربس زوستر تمام تمام وكمان عندنا اللي هو البريكونترايتس ده اللي هو بيجي مع كانفكتد ليماتوما والاسريشن يكون كمان اكتر مع الاولد ايدج تمام آه طيب الرابتشر في التمبانك ممبرين آه غالبا هيهيل هي لوحده آه بس احنا بنكون مست... يعني محتاجين ان احنا نساعد على الهيلنج ده بحاجتين ان احنا نكيب دراي نمنع اي ويتنج تمام آه عن طريق ان احنا ما نستخدمش اي اير دروب ما نعملش اير وش والكلام ده لو هنعمل آه هيد وش او سويمنج لازم نستخدم بلاج نسد بيها الوين او قطن فيها اوينتمنت عشان نمنع دخول الميه وكمان البيشنت ما يحزقش ما يعملش نوز بلوينج ولا اي حاجه عشان ما يربطش ما يحصلش رابتشر في الهيلنج اللي الكون ده تمام تمام ده في التروماتيك اكتر تمام طب بيقول لك الفرانكل دي انفكشن بتكون عايزه هير عشان كده موجوده في الاوتر وان سيرت اللي هو الكارتليجنس تمام او كمان في الـ في الـ في المناخير زي ما قلت برده في الجزء اللي فيه الشعر في الاول ده تمام الهربس اوتيكس بيكون بالهربس فيروس مش سيمبلكس اللي هو التشيكن بوكس تمام وتعمل لنا رمسي سنتروم بسبب انها بتكون موجوده في ثلاثه كانجل مش تلي كانجل بتاع الايه بتاع الفيشيال سبايرال كانجل بتاع الكوكلر وفيستيبيولار كانجل بتاع الفيستيبيولار تمام اللي هو السابع والثامن تمام فتعملي لنا ايه تعملي لنا فيشيا النيرف بالسي وتعملي سنس نيورال آه, هيرينج لوس مع آه, فيرتيجو آه, مع اعراض اللي هو الايه الهيربس سوسترا اوتيكاس اللي هو عندنا بين وعندنا فيزيكال على الاوركل وفي الاكسترنال كنال تمام الملجن انتوتيتس اكسترنال دي مهمه جدا تمام دي بتحصل بسبب السودوموناس ولازم هي رير بس كومن اكتر مع الكنترول دابيتس ميليتس تمام فلازم أن في تريتمنت ان احنا نكنترول الدايبيتس ده تمام وان في الميتريتس اوردر امال ليه قلنا عليه الجنانسي ان هو بي يروح يخرج من الكسره الكنال يروح للسكال بيس عند التيمبرال بون هناك يعمل لنا اوستيومايلايتس يتحول من سيليلايتس لاوستيومايلايتس تمام تمام آه الفانجل انفكشن اللي هو بالكانديدا البيكان وي النايجر بيكون ريليتد للووتر عايز ووتر ممكن السبب اللي هو البرولونجت يوز لي اير دروبس. تمام هيعمل لنا شكل ايه احنا ما نيجي اهم اهم سيمتوم البيشنت هيجي يشتكي منها هو الايه هو الايتشنج بسبب الهاي في السكن طب اهم ساين انا الاحظها اللي هو لما باجي بالسبيكيوم هبص الاقي ارضيه بيضاء فيها بلاك سبوتس اللي هي ايه اللي هي الويت نيوز بيبر تمام العلاج هشيل الفنجر ماستي بالسكشن او دراي موبينج تمام زي ما كان موجود في سؤال فور سيبس. تمام وبعدين لازم نستخدم انتي فانجل دراكس زي الايه زي النستاتين والكلوتريمازول تقريبا ولو ما حصلش يعني نتيجه استخدم 2% في الميه سلسلك اسيد مع الكحوليك لو وفانجي سايد تمام تمام ومقارنه ما بين التروماتيك برفوريشن والباثولوجيكال برفوريشن مهم جدا التروماتيك اللي عندنا هنا اللي هي دايركت اون دايركت واشوف المكان فين زي ما قلت المكان بيكون عندنا سنترال في البارس ومش هيوصل ليه الايه للانيولس تمام وبتكون الايدجز بتكون سن وريجولار وشارب حواليها آه شويه كده نقطتين بلاد clots تمام طيب بالنسبه للباثولوجيكال دي بيكون ريليتد للميد اير بسبب مثلا حالات الاوتيتس ميديا فدي ممكن تكون سنترال ممكن تكون مارجنال يعني واخده الأنيولاس او او مش واخداه ممكن تكون موجوده في البارس تنسا البارس فلاسي عادي والايجز بتاعتها غالبا بتبقى ريجولار ولما نيجي نبص هنلاقي في ديسشارج اصلا خارج من الميد اير بسبب الاوتيتس الاوتيتس ميديا تمام طيب. ده هو سبب ان عملنا رابتشر في من برين تمام آه بس كده خلصنا التاكيدات كلها وحل الاسئله انا عارفه ان المحاضره آه وقتها بجد زاد بس يعني انا حاولت ان انا الم كل حاجه واحل الأسئلة واكد تاني على التاكيدات التاكيدات دي هتنزل مع فايل داتا فايلز والاسئله هحط منها برده مع اسئله تانية مختلفه في الفايل اللي هينزل والفوديت تمام اتمنى آه ما يكونش في اي مشكله آه يعني والوقت يكون كويس يعني تقدروا تسرعوا عادي ان شاء الله آه لو في اي مشكله ابعتوا لي عادي وان شاء الله يعني تتفهم اكتر بالتوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته